سو ماشي ان شاء الله. ماشي ازيك يا محمد؟ شكرا. طب نكمل كلامنا على السويتش الثي يعني في اخر محاضره عندنا يعني. بسم الله. طب المره اللي فاتت بدانا في السويتش الثي مش كده؟ السويتش الثي فلترز. ففكركم بسرعه بالكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. السويتش الثي فلترز احنا قلنا سويتش سي فلترز دي بنحاول نعمل فيري لو فريكوانسي فلتر. لما نعمل لو فيري لو فريكوانسي فلتر معناه انا عايز ازود الكاب وازود الريزيستور. فعشان ازود الكاب وازود الريزيستور الكاب كاستور ازوده معناه اريا كبيره كوست كبيره. الريزيستور ازودها معناه برضو ممكن تزود الاريا شويه ممكن تبقى فيها صعوبه في الفابريكيشن بتاعها ممكن تاد لك نويز كتيره فدي مش حاجه كويسه. فعشان ابطئ الدنيا شبهنا الموضوع ان انا عندي خزان كاباستور زي ستورج يعني خزان ميه مثلا ممكن تفكر فيه. كان عندي خزان ميه بيملى بريت معين انا عايز ابطئه جدا فعايز املاه بريت بطيء. فالفكره كلها ان انا هحط خزان سوانطوط كده عشان يا اما حاجه اتنين يا اما الميه اللي داخله دي ابطئها خالص يا اما احط خزان صغير واحط مع الخزان الصغير ده فالفز. الفالفز دي بتفتح وتقفل كنترول ساتش ذات ان انا مثلا الاول املى الخزان الصغير ده الاول املاه لو ده 1 لتر مثلا بعد كده افتح ده املى الخزان الصغير بعد كده اقفل السويتش ده وافتح السويتش ده فاملى الخزان الكبير. لو عايز ادسكرايب الايكويشن دي طبعا هنا ده ايكويفالنت ده لو عايز تقول ان الخزان ده مع سويتشز ايكويفالنت ليه طبعا ستيدي ووتر فلو كميته قد ايه يعني الخزان ده ساعته مثلا ساعته بياخد بيشيل كوانتيتي اسمها كيو صح وانت يعني مثلا كيو دي ممكن تكون لتر مثلا او 2 لتر او كده يعني دي الساعه بتاعته وانت بتفتح السويتش دي وتقفلها كل دقيقه او كل ثانيه فيبقى الخزان الكبير ده هيملى بريت ايه لو خليناها كل ثانيه لو التي هنا كلوك مثلا 1 سكند يبقى هيملى بريت 1 لتر بير سكند يعني كل ثانيه بيزيد لتر. لو خليت التي دي نص سكند فيبقى كيو بواحد على نص سكند يبقى كانك بتملى 2 لتر في الثانيه لان انت هتملى مرتين كل ثانيه. فان جنرال ده ايكويفالنت الستيدي فلو قيمته كيو على التي صح كان يعني ده ايكوفالنت لده. لو انا دخلت 1 لتر بير سكند كاني عندي خزان ساعه 1 سكند و1 لتر وبفتحه كل 1 سكند يفضي هنا فدول ايكوفالنت لبعض. تاني حاجه لو انا عايز اكتب ايكويشن تديسكرايب الموضوع ده انا هقول طبعا انا هضطر استخدم ديسكريت زد ترانسفورم مش اس ترانسفورم هتكلم عنها يعني مش هنخش قوي في زي ما بتخش في كومبليكيشن في الزد ترانسفورم بس هتكلم عنها واتكلم على العلاقه بين الزد والاس يعني الموضوع بسيط يعني ان شاء الله. بس لو عايز اكتب ايكويشن تو ديسكرايب الاوبريشن اللي بتحصل هنا الايكويشن اللي ديسكرايب الايكويشن اللي بتحصل هنا ان الكوانتيتي اللي موجوده خد بالك ده كان فاضي في الاول وبعدين اتملى مثلا شويه وكل شويه بزود عليه كل شويه بزود عليه وهنا بفترض الانبوت ثابت يعني طبعا دي كيس سبيشال ان الانبوت كانه دي سي الانبوت مش لازم يكون دي سي كاني ممكن املى الخزان او افضيه يعني لو عندي اي سي سيجنال كاني ممكن مره املاه ومره افضيه لان حد هيقول لي بعد شويه الخزان ده هيتملي صح او لو انا عندي انتجريتور ودخل عليه دي سي فولتج الفولتج هيفضل يعلى يعلى طب هيروح لفين الانفينيتي لا ما هو دي مش لازم يكون الانتجريتور داخل عليه دي سي فولتج ممكن يدخل عليه اي سي فولتج شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف فكانك الخزان ده شويه بتملاه وشويه بتفضيه يعني على اي حال فانا لو عايز ادسكرايب الموضوع ده بايكويشن بسيطه هقول ان كوانتيتي عند اي لحظه طبعا الخزان مش لازم يكون فاضي ممكن يكون ملا في اي لحظه في الزمن الكوانتيتي اللي موجوده جوه الخزان ده الكيو اللي جوه الخزان لو سميت ده كيو 2 مثلا وده كيو 1 كيو 1 دي اوف ان هتساوي ايه هساوي كيو واحد اوف ان ناقص واحد اللي عند التايم اللي فات بواحد زائد كيو اتنين الساعة بتاعت كيو اتنين دي او زائد عايز اسميها دلتا كيو اللي هي زادت عليه صح كده؟ دي الايكويشن اللي هتسكرايبت صح؟ كل مرة هو في كمية معينة زودت عليه دلتا صح كده؟ بقى ده الجديد كل مرة بتعمل كده بتزود دلتا بتحط فيه زيادة عايز تسكرايب الايكويشن دي وهنعمل الكلام ده في السيركتس بتاعتنا بس تعالى نبص في الايكويشن دي الايكويشن دي ايكويشن بتاعت انتجريتور ليه؟ تعالوا بقى كده ونعملها زد ترانسفورم فهقول ان كيو اوف زد ده كيو واحد اوف زد بيساوي كيو واحد اوف كيو واحد اوف ان ناقص واحد لما اخد لها زد ترانسفورم هتبقى ايه؟ زد ماينس واحد في كيو واحد اوف زد زائد دلتا كيو وادي الكيو واحد دي في الناحيه الثانيه فيبقى كيو واحد اوف زد مضروبه في واحد ناقص زد ناقص واحد الكلام ده بيساوي دلتا كيو او ان كيو 1 اوف زد هيساوي دلتا كيو على
واحد ناقص زد ناقص واحد. دي معادلة انتجريتور. ليه معادلة انتجريتور؟ ليه معادلة انتجريتور؟ تعال نقف عليها في ثانية. يعني طبعا احنا عندنا في الكونتينوس تايم بقول بقى عندي واحد على اس مثلا، لو عندي انتجريتور بيبقى عندي واحد على اس، صح كده؟ واحد على اس ده الانتجريشن. في الزد ترانسفورم واحد على واحد ناقص زد ناقص واحد هي الايه؟ الانتجريتور. هي طبعا باينه من تايم دومين ان كيو جديده بتساوي كيو القديمه زائد حاجه، كل مره عمال يجمع كانه اكيوميليتور، فكانه بينتجريت. ومع التايم هتلاقيه عامل كده، بس اجين الكلام ده لو دخل له دي سي فولتج او دي سي كميه ثابته فعمال يملى، كل مره عمال يملى عمال يزيد مع الوقت. ده فيرسس الكونتينوس تايم انتجريتور. طبعا الانتجريتور كونتينوس تايم بيبقى لينير، صح؟ بيعمل نفس الكلام بس لينير. انا بقى ابروكسيميت الايه الكلام ده بستبس. يعني لما ابص على واحد ناقص زد ناقص واحد في المقام، هي زد ناقص واحد دي كلمه بنفس اللون، زد ناقص واحد بيساوي ايه؟ اي تو ذا باور ايه؟ ماينس اس تي، مش كده؟ في العلاقه ما بين الزد والاس. طيب والاس دي اللي هي جي اوميجا، فالكلام ده اي تو ذا باور ماينس جي اوميجا تي تي كلوك طبعا، او اللي هي اي تو ذا باور ماينس جي 2 باي مثلا اوميجا على اف كلوك، 2 باي اف على اف كلوك. اف اللي هي الاف بتاع السيجنال، اللي هي ممكن تكون انا عايز افلترها او اللو فريكوانس. عاده الاف كلوك انت بتختارها اعلى كتير من الاف سامبلنج، بتختارها اعلى كتير من الايه؟ من الاف اللي انت شغال عندها. يعني السويتش دي لازم تفتح وتقفل لو انت عايز تفلتر 1 هرتز او 2 هرتز او بتكلم على اللو فريكوانسي، الكلوك هتشغلها عند سبيد عاليه، صح كده؟ اعلى بكتير من ال1 هرتز، ممكن تكون 1 كيلو 10 كيلو 100 كيلو، مش عاليه قوي بس ريلاتيفلي للاف اللي انت بتعمل لها فلترنج اعلى منها بكتير، صح؟ فالترم ده عاده ايه؟ قليل. الترم ده اي صبار ماينس اس تي اللي هي اي صبار ماينس جي اوميجا تي كلوك، ده اقل بكتير، يعني قليل جدا. فممكن تابروكسيميت الكلام ده، يبقى الزد ناقص واحد تقدر تقول ان هي تقريبا اي صبار اكس، صح؟ اي صبار ماينس اس تي هي بتساوي اي صبار ماينس اس تي تقريبا بواحد ناقص اس تي، صح؟ اي صبار اكس لو الاكس دي صغيره تبقى ايه؟ واحد بلس اكس، او هنا بالماينس تبقى واحد ماينس اكس. في حاجات ثانيه اهملتها لان هي صغيره. لما تعوض هنا واحد ناقص واحد هيطلع كام؟ بصفر، وفي ماينس اس تي، فيطلع لو عوضت عن الزد ده تقريبا تقدر تقول ان هو اتعوض بعد زد ناقص واحد بواحد ماينس اس تي، فالكلام ده هيطلع دي كيو على ايه؟ تقريبا على اس تحت في المقام في تي كلوك. فده برضو يعني انت شايف الواحد ماينس زد انفرس دي هي ايكوفلنت للاس، هي طالما في المقطع لو هي في المقام ده انتجريت، لو هي في البسط كانها ديفرنشيتور، كانك عملت ديفرنشيتور، فهي ايكوفلنت ليها يعني. تمام، ده اللي انا عايزك تعرفه من زد ترانسفورم يعني. وهي باينه من تايم ايكويشن ان كيو جديده بيساوي كيو القديمه زائد ايه حته وهكذا، فكل مره عمال يتجمع تاكيوميت، فكانك عمال انتجريت. فده اللي انا عايزك تعرفه. واجين طبعا انت مش هتفضل بتكمل، انا بفترض ان الانبوت هنا دي سي، فعشان كده التكامل ماشي لينير، خلاص انت بتكمل دي سي فالفانكشن بتطلع لينير، بس انت ممكن تكمل ساين ويف، فشويه بوزيتيف شويه نيجاتيف، فكانك بتفضي وتملى وتفضي وتملى، فالموضوع اللي في الاوتبوت مش لازم يطلع طالع بالمنظر ده. تعالوا بقى نعمل الكلام ده في السيركتس بتاعتنا. يبقى الفكره كلها ان انا هاجي، فكره ببساطه شديده، هاجي على كل الريزيستورز اشيلها واحط مكانها، بدل ما انا مش عايز ريزيستور، ريزيستورز هتبقى كبيره قوي، هشيلها احط مكانها كاباستور مع سويتشز، كاباستورز مع سويتشز، صح كده؟ لان عايز الانتجريتور مثلا، عايز اعمل انتجريتور. انتجريتور زمان كنا بنعمله ازاي في الكونتينوس تايم؟ كاباستور كده، صح كده؟ وار، صح كده؟ ده في انبوت ده في اوتبوت. دلوقتي هعمله ازاي؟ هعمله كده اهو. سويتشز، السويتشز دي ممكن تكون موسفيت ترانزستورز. وهنحل دلوقتي يعني الموضوع ده، بس خلينا نقول ان هو ايكويفلنتلي ايه بالظبط؟ ده سي 2، ده سي 1. اسمي ده سويتشز دي بتفتح فاي 1 وفاي 2. هو في كونديشن مهم قوي، فاي 1 وفاي 2 هم ما يفتحوش مع بعض زي ما قلت لكم، يعني مش هيحصل حاجه لو فتحوا مع بعض، ولا اللي هيحصل ان الاوبريشن بتاعتك هتبوظ، الايكويشن بتاعتك هتبوظ، مش العمليه مش هتبقى كنترولد. فلازم تضمن ان دول نون اوفرلابنج بنسميهم. في طبعا طرق في الديجيتال ان احنا اجنريت دول بحيث يكونوا نون اوفرلابنج، ما يفتحوش مع بعض، لازم ده يقفل الاول بعد كده ده يفتح، ده يقفل الاول بعد كده ده يفتح، ما يفتحوش مع بعض. يعني انا هاملى ده بعد كده هقفل ده وافضي التشارج ايه في سي 2 وهكذا، فما ينفعش اثنين يفتحوا مع بعض، لو فتحوا مع بعض الايكويشن بتاعتك هتبوظ، بس الاوبريشن هتبوظ. نعم؟ الايه النان اوفرلابنج دي؟ لا ليها كده سيركت في اللوجيك، ما اعرفش خطوها ولا لا، يعني ممكن تدور عليها، اكتب نان اوفرلابنج كلوك جنريتور هتلاقي ايه؟
ايه الانالوج سيركت؟ عايز تظبط ايه؟ معلش عايز تحط دايت فين؟ قول لي عايز تحط دايت فين. لو في احنا مش مشكله لو عندك سهل. ايه طيب ماشي اتفضل يا باشمهندس. الديناميك ميموري يعني هي سويتش سي بتستخدم في حاجات كتير، بس الديناميك ميموري يعني فكرتها ثانيه، فكرتها بتخزن تشارج. هي الميموريز طبعا بتسجل تشارج على كباستور، هي دي الفكره. بس هنا انا يعني بعمل انتجريتور، يعني بانتجريت انبوت الميموري. انت بتخش لها ديجيتال، دي بتخش لها انالوج. يعني ممكن تكون حاجه قريبه. هي سويتش سي على فكره مش بتستخدم في الفلترز بس، بتستخدم في حاجات كتير. يعني في ابلكيشن ممكن تعمل بيها امبليفايرز، ممكن تعمل بيها حاجات ثانيه، بس هي يعني احنا هنا بنستخدمها في الفلترز يعني. تمام. تمام. تعالوا بس نمسك الحته اللي على الشمال دي الاول. اول حاجه انا عايز اجيب الـ يعني العلاقه ما بين السويتشز دي. لو انا عندي ريزيستور، تعالوا بقى نتخيل، يبقى ده يبقى انتجريتور، وهثبت الكلام ده بالايكويشنز واحده واحده، نثبته مع بعض. بس تعالوا نتخيل ان انا عندي ريزيستور واصله حتى ما بين بطاريه، فور سمبلستي اسيوم ان هي دي سي باتري، في 1 في 2، والناحيه الثانيه عندي السويتشد كاب ده كونكتد لفاي 1، كاب كونكتد لفاي 2، وبرده ما بين في 1 في 2. طيب الكرنت اللي ماشي هنا من في الار دي هيساوي ايه؟ في 1 صح؟ الكرنت ده الاي هيساوي ايه؟ في 1 ناقص في 2 على ايه؟ على الار صح كده؟ ده الكرنت اللي ماشي هنا. طيب الدايره اللي على اليمين دي هتشتغل ازاي؟ هتشتغل، تعالى نرسمها في مرتين عشان نسهل على نفسي ما اتلخبطش. في هتشتغل في مرتين، يعني هعملها على مرتين. المره الاولانيه فاي 1 اون، فيبقى الكباستور ده عليه تشارج قيمتها قد ايه؟ واصل بفي 1 عليه تشارج قيمتها قد ايه يا شباب؟ هو عليه فولتج في 1، ويبقى الكيو اللي على الكباستور دي بكام؟ بسي في في 1 صح كده؟ دي في الحاله الاولانيه. لو فاي 2 اون، لما فاي 1 تقفل وفاي 2 تفتح، الكباستور ده السويتش ده هيتفتح خلاص، السويتش ده هيبقى مفتوح، والكباستور ده سي هيوصل بفي 2 وعليه تشارج هتبقى قيمتها ايه يا شباب؟ الكيو اللي هنا بتساوي ايه؟ سي في الفي 2 مش كده؟ طيب الفرق التشارج ده راح فين؟ يعني هو ملى الاول من البطاريه الاولانيه سي في 1، بعد كده لما راح البطاريه الثانيه اسيوم كده ان في 2 اقل من في 1، مش تفرق اكبر ولا اقل، بس اسيوم ان في، يعني في 1 هي الاكبر من في 2، فالكرنت كانه ماشي كده يعني في الريزيستور اللي فوق، الكرنت من في 1 اللي هي العاليه. طيب دلوقتي هو شحن كيو سي في الفي 1، وبعد كده لما وصلته البطاريه في 2 بقى التشارج اللي عليه كيو بتساوي سي في الفي 2. في 2 لو هي اقل يبقى هو التشارج اللي عليه قل. طب راحت فين فرق التشارج دي؟ هتروح فين؟ مش في الجراء يعني، طبعا هيتلف في لوب، هي فضت في البطاريه دي، فضى في البطاريه دي، يعني هو ملا كميه وبعد كده فضى جزء في البطاريه دي، راحت في البطاريه دي. طبعا الاثنين دول واصلين ببعض، فالكرم زي ما اتفقنا بيروح من البليد ده للبليد ده ثرو الباتري يعني. تمام. فيفضي ثرو الباتري الكرنت كانه راح كده. كميه الفرق كيو دلتا كيو اللي هو فقدها الكباستور ده ديورنج التو سايكلز، دلتا كيو بكام؟ سي في الفي 2 ناقص في 1. فدلتا كيو اللي في الكباستور دي يبقى دلتا كيو بتاعته بتساوي سي في الفي 2 ناقص في 1. الكلام ده خد تايم قد ايه عشان يحصل يا شباب؟ الكلام ده خد ايه؟ ده ديورنج 1 كلوك سايكل، ديورنج 1 كلوك سايكل اللي هو تايم قد ايه؟ تي كلوك مثلا، تي كلوك. الدايره اللي على الشمال دي فقدت كيو قد ايه؟ هو الاي اصلا ايه؟ الكرنت اللي ماشي في الريزيستور ده هو عباره عن ايه؟ الكرنت بيساوي ايه؟ دي كيو ايه؟ باي تي تي مش كده؟ لو الكرنت ده ثابت دي سي كرنت، في كميه من الزمن تي كلوك الكرنت ده دلتا كيو هتساوي كام؟ الاي في التي كلوك صح كده؟ يعني كميه الكرنت او كميه التشارج اللي عدت من في 1 لفي 2 في تايم تي كلوك هو الاي في تي كلوك. تمام. لو تو سيركتس دول ايكويفالنت لبعض، فانا عايز كميه التشارجز اللي فقدها او اللي مشيت من هنا ده يساوي كميه التشارجز الثانيه دي اللي بتاعت السيركت الثانيه. يعني انا في سيركت منهم يبقى سيركت 1، سيركت 1
بتفقد كميه دلتا كيو بيساوي الاي في التي كلوك ديورينج 1 كلوك سايكل، صح كده؟ اللي هي الاي دي بيساوي في 1 ناقص في 2 على ايه؟ على ار في التي كلوك، صح كده؟ سيركت 2 فقدت شارج كميه دلتا كيو بيساوي سي في الفي 1 ناقص في 2، صح كده؟ امتى الاثنين دول هيمشوا نفس الدلتا كيو؟ انا عايز التو سيركتس دول تفهمين. انا حسبت الدلتا كيو في سيركت 1 ودلتا كيو في سيركت 2، يعني سيركت 1 دي ممشيه كارنت كونتينوس ما بين 1 و2 في 1 وفي 2، سيركت 2 ممشيه كارنت ديسكريت، يعني كاباستور ده بيشحن ويروح يفرغ يشحن ويروح يفرغ، بس لو هما ايكويفالنت لبعض عايز كميه التشارج اللي راحت من في 1 لفي 2 في نفس التايم تبقى هي هي. يعني انا بحسب كميه التشارج، كميه التشارج اللي انا نقلتها من في 1 لفي 2 في الحاله الاولانيه وفي الحاله الثانيه يبقوا زي بعض، صح كده؟ لو زي بعض بقوا زي بعض الاثنين دول هيبقوا ايكويفالنت لبعض. في واحده منهم مشت في تايم تي كلوك كارنت في تي كلوك دي دلتا كيو اللي هو كارنت بيساوي في 1 ناقص في 2 على ار في دلتا في تي كلوك، والسيركت 2 مشت دلتا كيو اللي هي سي في 1 ناقص في 2 في نفس التايم، صح كده؟ في تي كلوك واحده. لو هما ايكويفالنت لبعض معناها لو دلتا كيو 1 هسمي دلتا كيو 1 دلتا كيو 2، لو دلتا كيو 1 عايزهم بيساوي دلتا كيو 2 يبقى ساعتها انت عايز ان تي كلوك على الار بيساوي كاباستور، او ان الار بيساوي 1 على اف كلوك في السي. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ايه؟ نفس الفكره اللي انا قلت لكم، لان انا بملى حاجه وبفضيها، بملى حاجه وبفضيها، بملى حاجه وبفضيها. يا اما تقسيم من عندك ريت ثابت 1 لتر بير سكند مثلا، يعني انت لو عندك كونتينر هنا، لو عندك كونتينر هنا قيمته 1 لتر وبيملى 1 لتر ويفضيه ويملى 1 لتر ويفضيه كل ثانيه، يبقى كميه الكرنت او كميه التشارج المعديه كانها ايكويفالنت الكرنت قيمته 1 لتر بير سكند، صح كده؟ لو عندك كاباستور بيشحن شحنه ويفضيها يشحن شحنه ويفضيها يشحن شحنه ويفضيها، ده ايكويفالنت لكرنت الكيو على الكاباستور على التايم، صح؟ لان هو كل تايم تي كلوك بينقل كيو معين. لو ده مثلا هيفرغ كل تايم تي والكميه اللي جواه كيو، يبقى كانه ستيدي فلو. هو مش ستيدي، هو طبعا ده هنا ديسكريت، بس هو ايكويفالنت لستيدي فلو كيو على تي، صح؟ نفس الكلام ده كارنت، ده ايكويفالنت لده كانه كونتينوس، ولكن ده انا بعملها بديسكريت فاشن. هنا نفس الكلام، انا بعمل الدايره دي كونتينوس او ديسكريت، كونتينوس او ديسكريت. كونتينوس الكرنت اللي ماشي في 1 ناقص في 2 على ار، ديسكريت الكرنت اللي ماشي او تشارج اللي ماشي من هنا لهنا سي في 1 ناقص في 2، تمام؟ ده خد تايم تي وده خد تايم تي، في تايم تي انت نقلت تشارج دي، في تايم تي انت نقلت تشارج قيمتها الكرنت في دلتا تي، كرنت في دلتا تي. فكان الار ايكويفالنت ل ده الار ايكويفالنت بتاع كاباستور مع سويتشز 1 على اف كلوك في السي. ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان انا عشان اكبر الريزيستور عندي حاجه من اثنين، ودي لطيفه جدا، يعني دي معادله لطيفه جدا بتقول لك ان انا لو انا هشيل الريزيستور واحط مكانها كاباستور عندي حاجه من اثنين عشان اخلي الار دي كبيره، يا اما اصغر السي الكميه التانك اللي انا بملاه ده اصغره، يعني اصغر كميه الشارج اللي انا بنقلها كل مره، يا اما ابطئ مين؟ ابطئ الكلوك، ما انقلش بسرعه بقى، ما انا عايز كارنت يقل قوي، انا عايز يبقى عندي ايكويفالنت ريزيستنس عاليه معناها كارنت قليل، صح؟ انا بنقل كميه شارج من هنا لهنا، صح؟ من هنا لهنا، يا اما الكونتينر اللي انا بستخدمه ده اصغره فيبقى انا بنقل شارج اقل، صح؟ كاباستور ده يقل، يا اما الاف كلوك هعملها ايه؟ هخليها لو فريكوانسي، صح؟ اقللها فالتايم كانه يكبر، اعمل كل الكلام ده كل فتره اطول، فكاني نقلت كميه اقل، يعني بطول الفترات اللي انا بنقل فيها كل ساعه بدل كل ثانيه، فكاني بطأت الكرنت ده او قللت كميه الكرنت. فالار ايكويفالنت 1 على اف كلوك في السي، فالمعادله انتويتيف يعني ان الار بتساوي 1 على اف كلوك في السي، تمام؟ يبقى انا لو هعمل فلتر هنا او هعمل انتجريتور تقدر تقول طبعا انا عارف ان هو ايكويفالنت هنا الفي اوت على في انبوت في 1 على اس سي ار، هنا المفروض في اوتبوت على في انبوت، ودي هنثبتها لسه، هثبتها مش ما ثبتهاش يعني، بس انا انتويتيفلي هي 1 على طبعا اس سي 2 في الار، الار هي ايكويفالنت ال1 على اف، يعني الار هنا ايكويفالنت ال1 على اف كلوك في السي، فيبقى عندك هنا اف كلوك فوق في سي 2، اف كلوك في سي 2 والتحت سي 1، صح؟ التحت يبقى هو سي 1. ايه؟ طب تجيبها الترمز اوف سي مش
هحسبها بقى دلوقتي، هثبت لكم الايكويشن دي، بس دي اللي انا عايز اوصلها في الاخر. يعني هي انتويتيفلي كده انا هوصل لحاجه زي كده، ان في اوت على في انبوت هتساوي الكلام ده، بدل واحد على اس سي ار لا بقت واحد على اس سي، بس الار بقت ايه واحد على اف كلوك في الايه في السي 2. تمام ايه ماشي سوري اه مظبوط كلامك مظبوط، سي 2 هنا وسي 1 هنا ماشي. الار هي سي 1 دي مكان الار. طيب تعال نثبتها بقى في الزد دومين، تعال نثبتها نعملها اناليسيس كده فورمال اناليسيس للدايره دي. طيب فالدايره اللي عندنا ببساطه شكلها عامل كده، في انبوت عندك سويتش كاباستور سي 1 فاي 1 فاي 2 ماينس بلس سي 2. الدايره دي رسمها في حالتين يا شباب، هنرسمها في حالتين. انا دايما ببدا بالحاله ان التو كاباستور دول معزولين عن بعض، يعني هبدا بالحاله دايما ان فاي 1 هي الاون والفاي 2 دول خلاص الكاباستور دول مفكين عن بعض. اللحظه الثانيه لما الاثنين بقى بنفضي ده في ده، دي اللي هخليها الايه التايم الثاني. فالتايم 1 يعني انا هرسم الدايره دي في مرتين، ديورنج اول واحده ديورنج فاي 1 اون، وتاني حاجه ديورنج فاي 2 اون. تمام كده يا شباب؟ فديورنج فاي 1 اون الدايره شكلها عامل ازاي؟ الدايره اللي فوق دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده ماينس بلس سي 2 خلاص فاي 2 دي اوف خلاص فمفيش حاجه هنا، فاي 1 اون فالسويتش الفي انبوت دي واصله بسي 1 خلاص، وسي 2 والفاي 2 دي اوف خلاص. فرسمتها في الحاله الاولانيه، وهرسمها في الحاله الثانيه ان فاي 2 هي اللي اون وفاي 1 اوف. ففي الحاله الثانيه واصل في انبوت ده مش واصل بحاجه، والسي 2 هنا هتبقى واصله بسي 1 بالاوب امب هنا سي 1 اه سوري بسي 2 ده يا فدي الدايره في الحالتين. باي ذا واي انا فرض ان الكلوك فاي 1، لو هبدا بالتايم بترقيم التايم انا بادئ بفاي 1 كده، فاي 1 بتبقى اون لو هرقم التايم. او فينا نقطه ثانيه انا عايز اقولها برده مهمه، ده فاي 1 ده فاي 2 ما لازم يكونوا عكس بعض زي ما احنا اتفقنا كده، بس نون اوفرلابنج. انا هبدا بتايم هنا ان ناقص ماشي. هي الكلوك الواحده هسميها تايم يعني ده من هنا لهنا سامبل واحد. طبعا في حاجه بتحصل هنا في النص، انتوا متعودين في الكوميونيكيشن سيستم ان احنا نمشي ايه في الان دي بنمشي زي يعني 0 1 2 3 صح كده، بس للاسف انا عندي نص كلوك بيحصل فيها حاجه في نص كلوك فهسميها ان ناقص نص يعني. فانا هنا هبدا من ان ماينس 1.5 لان انا ليه سميت 0.5 ليه مشيت بستيب 0.5؟ لان في نص كلوك بيحصل حاجات، في نص كلوك بيحصل حاجات، السويتشز بتنقل، ففي في الهاف كلوك بيريود بيحصل حاجه، فانا همشي بالستيب نص هنا. ينفع يعني الكلام ده ينفع اه مفيش مشكله، هو بس في الكوميونيكيشن انت بتفرده ان انت ماشي في نص كلوك بيريود مفيش حاجه بتحصل، فدايما بتتحرك عند الايدجز مثلا بتاعت كلوك واحده. انما هنا عشان عندي كلوك وعكسها ففي نص الكلوك سايكل ممكن يحصل حاجات، فهمشي بالستيب نص يعني. فان ناقص واحد ونص هنا، هنا هسمي الان ناقص واحد، هنا ان ناقص نص، وهنا الان. انا عايز اشوف وان كومبليت سايكل ايه اللي بيحصل، فان كومبليت سايكل ايه اللي بيحصل. الكلام ده بريودك بيتكرر، فانا اشوف وان كومبليت سايكل اركز عليها واشوف الاناليسيس بتاعتها واشوف ايه العلاقه بين الاوتبوت والانبوت في وان كومبليت سايكل. فهبدا من هنا. الاول فاي 1 كانت اون، فاي 2 كانت اوف. فعند الاند اوف ان ناقص 1، عند الاند اوف التايم اللي هو بتاع ان ناقص 1، تعال نبص التشارجز اللي على الكاب الاولاني ده. التشارجز اللي على الكاب الاولاني، الكاب الاولاني واصل بفي انبوت، فالتشارج اللي عليه هنا كي 1 دي بتساوي كام يا شباب؟ كي 1 بيساوي كام؟ سي 1 في الفي انبوت عند ان ناقص 1 صح كده؟ دي التشارج اللي عليه البلس هنا والماينس هنا، مهم جدا خد بالك من الاشاره. التشارج اللي على سي 2
تشارج اللي على سي 2 البلس هنا والماينس هنا، كي 2 هتساوي ايه؟ سي 2 في الفي اوتبوت ان بتاع ان ناقص 1. الكلام ده عند الاند، عند الانستنت اللي هي ان ناقص 1. خلاص في اللحظه دي عندها خلاص الكباستور الاولاني ده شحن بفي انبوت اللي هي عند ان ناقص 1 في انبوت في اللحظه دي، والكباستور الثاني محتفظ مفيش حاجه بتفضيه، فهو محتفظ بالقيمه القديمه، هو الخزان بتاعنا اتملى قبل كده ومحتفظ بالقيمه اللي فيه، بيساوي سي 2 في الفي اوتبوت ان ناقص 2، ده الايه؟ كيو 2. في اللحظه اللي بعدها الاثنين دول وصلوا ببعض، في اللحظه اللي بعدها دي بقى اللحظه المهمه اللي فيها الشغل كله، اللحظه الاثنين اللي هي اللي على الشمال ده اللي هي اللحظه دي اللي بتنتهي عند من اول ان ناقص 1 كده، الاثنين ايه؟ الكيو قلبت او الفاي قلبت، فاي 1 بقت اوف، فاي 2 بقت اون، فالاثنين وصلوا ببعض، وصلوا ببعض فهيحصل حاجه. اول ما يوصلوا ببعض ايه اللي يحصل؟ كميه التشارجز هتتغير، يعني وصلوا ببعض سي 1 ده يبقى كيو اللي عليه بكام يا شباب؟ كيو اللي على سي 1 ده بكام؟ لو الاوب امب ده شغال مظبوط في ماينس دي بكام؟ جراوند، وده الترم الثاني جراوند، يبقى كيو اللي على سي 1 بكام؟ بزيرو، بزيرو. وكيو اللي على سي 2 بقت بكام؟ بلس ماينس كيو، الكيو اللي على سي 2، كيو اللي على سي 2 بتساوي سي 2 في الفي اوتبوت عند ايه؟ ان ناقص نص. حصل هنا تغيير في التشارج، حصل هنا تغيير في التشارج، توصلت التو كابس دول ببعض، نقلت يعني كنت موصل الكاب ده هنا وبعد كده نقلته الناحيه الثانيه. لما حصل تغيير في التشارج كميه التشارج اللي هنا اختفت خالص، يعني كان عليه تشارج وراحت. طب راحت فين؟ هل في اي كارنت يقدر يمشي في الاوبام ده؟ مفيش كارنت يقدر يمشي في الاوبام. لازم التشارج دي، فاكرين لما كنت اديتكم مثال لتو كابس ان سيريس فقلت لكم النقطه اللي في النص دي ما ينفعش يجي لها تشارج من بره، لو هي مش واصله بحاجه هنا مش واصله بحاجه، في نقطه ما بين تو كابس مش واصله بحاجه، مفيش اي كارنت هيمشي كده، فاي تشارج فضت من هنا راحت فين؟ في سي 2، راحت في سي 2. ففي حاجه اسمها تشارج كونزرفيشن، التشارج ما راحتش في الهواء. تشارج هنا، مجموع تشارجز هنا لازم يكتسب مجموع تشارجز هنا، ما راحتش في حته ثانيه. انت كان عندك تشارج على سي 1، تشارج على سي 2، بعد كده ضمتهم على بعض، سي 1 تشارج لازم راحت على النيجاتيف بليد بتاع سي 2، لازم ناخد بالنا من الاشاره شويه ونقول لكم عليها. فلازم مجموع تشارجز هنا يساوي مجموع تشارجز هنا، تشارج كونسرفيشن، زي كان انا مريت حاجه وفضيتها في الثاني قبل ما افضي. طالما ما فيش حاجه بتليك في السيستم ده، ما فيش حاجه في ليكنج في حته، فكل اللي انا فضيته هيروح على سي 2. تعالى نقول ان مجموع تشارجز هنا هو نفس مجموع تشارجز هنا، بس ناخد بالنا من الاشارات، ناخد بالنا من الاشارات كويس قوي. التشارج اللي هنا هي بالنيجاتيف، هي صحيح سي 2 في اوتبوت ناقص 1 بس بالنيجاتيف، احنا اتفقنا الاشاره هنا بالبوزيتيف، الكيو دي بتبقى بالبوزيتيف هنا وبالنيجاتيف هنا، صح كده؟ والكيو اللي على سي 1 كانت بالبوزيتيف هنا وبالنيجاتيف هنا، تمام؟ الكيو اللي على سي 2 هنا برضو ده النيجاتيف بتاعها، ودي طبعا الكيو بتاعتها بصفر فمش مشكله. فاقول ان مجموعهم مجموع ده زائد النيجاتيف بتاع ده، لان انا خد بالك انا على النيجاتيف بليد ببص على النيجاتيف بليد، البوزيتيف تشارج فضت في النيجاتيف تشارج في النيجاتيف بليد. فمجموع كيو 1 زائد كيو 2 هنا هو نفسه مجموع كيو 1 زائد كيو 2 هنا. تعال نقول الكلام ده نكتبه باكويشنز. هقول ان سي 1 في الفي انبوت ان ناقص 1 زائد التشارج اللي على كيو 2، طبعا هحطها بالنيجاتيف هنا. كلنا فاهمين النيجاتيف ده جه ليه ولا حد عنده مشكله فيه؟ النيجاتيف ده جه ليه؟ لان انت عندك التشارج دي، انا ببص على التشارج اللي على النيجاتيف بليد، هي السي في الفي اوتبوت صحيح بس بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف، صح كده؟ يعني انا لو عايز ابقى اكيوريت ممكن احط هنا نيجاتيف من الاول، يعني انا ببص على الكيو اللي هي على النيجاتيف بليد وببص على الكيو اللي في البوزيتيف بليد بتاعت ايه؟ سي 1، تمام؟ الناحيه الثانيه نفس الكلام، الناحيه الكلام ده بقى هيساوي صفر ناقص التشارج اللي على سي 2 بس في اللحظه في اوتبوت اوف ان ماينس هاف. يعني ببساطه ممكن تبسط الايكويشن دي، هتقول ودي بقى الفي اوتبوت في ناحيه لوحدها، فهتقول ان ال سي 2 صح في الفي اوتبوت ان ناقص هاف، ودي الفي اوتبوت الناحيه الثانيه ناقص سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص 1، الكلام ده بيساوي سي 1 في الفي انبوت ان ناقص 1. خلاص، يعني في اوتبوت الجديده التشارج الجديده بتساوي لو اديتها الناحيه الثانيه، يعني هي التشارج القديمه زائد الايه الدلتا اللي ايه اللي زادت او ايه تنقص منها. الحقيقه الترم ده المفروض يبقى من نيجاتيف صح؟ ايه؟ لا لا كده مظبوط،
انا وديت ده الناحيه الثانيه ووديت الفي ام الناحيه الثانيه صح كده؟ فشغال كده مظبوط. كان في اوب بيقل خد بالك، لان انت بتحط البوزيتيف تشارج على النيجاتيف بليت، انت دايما بتحط البوزيتيف تشارج بتاع بي في واحد ده على النيجاتيف بليت بتاع ايه سي 2، فكانه عمال يقل الحقيقه. ده انفرتنج انتجريتور اللي هو بيطلع فيه اشاره نقص، هو اكشلي من الاول انا عارف فيه اشاره نقص مش كده؟ الانتجريتور ده بيطلع ناقص هنا صح كده؟ ناقص فبيقل، فدي اشاره النقص اللي هنا. طيب هل انا كده خلصت؟ لا، فاضل لي حته صغيره، فاضل لي حته صغيره. حته ايه؟ انا عايز اشوف الكومبليت سايكل. انا بدات من ان ناقص واحد لغايه ان ناقص نص اللي هي في نص السايكل. طب من ان ناقص نص لغايه ان، ما انا عايز اكمل الكومبليت سايكل، لازم عشان اعرف التوتال بيكتشر لازم اكمل وان كومبليت سايكل، اخد وان كومبليت سايكل. في ما بين ان ناقص واحد نص وان، اللي بيحصل ان فاي واحد هي اللي هتبقى اون وفاي 2 اوف وفاي 2 اوف. هرجع للشكل مين؟ ما بين فاي واحد، لما فاي واحد اون وفاي 2 اوف يبقى الشكل عامل ازاي؟ عامل كده صح؟ سي واحد هيروح يشحن الشحنه الجديده الفي انبوت الجديد، وسي 2 هيحصل له ايه يا شباب؟ هيحصل له حاجه ولا هيفضل محتفظ بالتشارج بتاعته؟ هيفضل محتفظ بالتشارج بتاعته، مفيش حاجه تفضيه. ليه؟ خد بالك هو واصل هنا في اوتبوت. يعني انت لو جبت كاباستور واصل من ناحيه واحده كده باي فولتج والناحيه الثانيه طايره في الهواء مش واصله بحاجه، هل الكاباستور ده ينفع تشارج اللي عليه تتغير؟ كرنت مش عارف يمشي صح؟ اتفقنا انه بيروح من البليد ده للبليد ده. في الحاله دي ده هاي امبيدنس، ده لازم افترض الافتراض ده هاي امبيدنس، مفيش كرنت بيمشي هنا. ففيش كرنت ماشي هنا خلاص، يبقى الكاباستور ده هيحتفظ بالتشارج اللي عليه، مش هتقدر تروح في اي حته، التشارج اللي عليه هتفضل ثابته ومش هتروح في اي حته. فما بين كيو يعني كيو ما بين ان ناقص نص لان مفيش حاجه بتحصل، في اوتبوت هيفضل ثابت، ففي اوتبوت اوف ان ناقص نص هي نفسها في اوتبوت اوف ان. انا ليه بس عايز اعوض اجيب في اوتبوت اوف ان؟ لان ده اللي بيحصل في اخر بقى السايكل كلها. انا بدات من ان ناقص واحد، ان ناقص نص، ان داخل السايكل خالص، وان كومبليت سايكل، لازم اخد وان كومبليت سايكل عشان اعرف ايه اللي بيحصل، لان كده بيتكرر الدنيا بتتكرر. فاخدت وان كومبليت سايكل، فشيل في اوتبوت اوف ان ناقص نص احطها في اوتبوت اوف ان في الايكويشن دي. فدي نفس الايكويشن اللي انا كتبتها لكم من شويه، خلينا نعوض كده. دي نفس الايكويشن، ان في اوتبوت اوف ان ناقص سي 2 في في اوتبوت اوف ان ناقص 1 بيساوي ناقص سي 1 في الايه في الفي انبوت اوف ان ناقص 1. تمام الايكويشن بتقول نعم اغيرها بايه؟ ال ناقص 1 اغيرها ليه؟ ايه؟ لا 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 انا قلت ان ليه اغير ال n ناقص 1 واحطها بحاجه ثانيه. انا هنا بس الايكويشن اللي استفدتها من n ناقص نص ال n، قلت ال v output بيفضل ثابت، فال v output of n ناقص نص بيساوي v output of n، ماليش دعوه ب n ناقص 1 دلوقتي. تعالى هعيد الكلام ده ثاني، ممكن اعيده ثاني عشان بس الناس، انا عارف بس خلينا ازمه مختلفه شويه عن اللي انتم متعودين عليه، بس خلينا نفكر كده في الايكويشن دي. مش دي الايكويشن اللي انا كتبتها لكم على الكونتينر بالظبط؟ كميه التشارج اللي على سي 2 ما هي سي في الفي اوتبوت اوف ان، دي كميه التشارج اللي عند تايم ان، هي بتساوي كميه التشارج اللي على تايم ان ناقص 1. هو ودي ده الناحيه الثانيه، هي نفس التشارج اللي كانت قديمه موجوده، يعني ودي ده الناحيه الثانيه. الايكويشن دي ممكن اكتبها بالمنظر ده، ان سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان هيساوي لو وديت ده الناحيه الثانيه سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص 1 ناقص سي في الفي انبوت اوف ان ناقص 1. ايه الايكويشن دي؟ ده كيو اللي على سي 2 في تايم ان، ودي كيو اللي على سي 2 موجوده في تايم ان ناقص 1، ودي كيو اللي على سي 1 في ان ناقص 1. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان كيو اللي على سي 2 الجديده هتساوي كيو اللي على سي 2 القديمه، بس اطرح منها، اطرح منها ليه؟ لان ده انفرتنج انتجريتور، الانتجريتور ده بيفضي اكشلي، مش يعني في اشاره نقص اصلا، الانتجريتور ده مش بيزود، هو بيفضي للاسف، يعني في اشاره نقص. هنعمل نون انفرتنج انتجريتور كمان، بس هو بيفضي، يعني هو انت هنا كده بتفضي الخزان ده، فالتشارج القديمه تساوي التشارج الجديده زائد او ناقص هنا ترم اللي انت فضيته، يعني كميه اللي انت فضيتها. فدي الايكويشن بتقوله لك. تاني الخطوات بتقول ان انا ببدا من يعني during one cycle، انا عايز اشوف ايه اللي حصل during one complete cycle بس. وتاني ركزوا معايا، انا بعمل السيركت في الحاله الاولانيه، الاثنين كابس دول مفصولين عن بعض، يبقى اخدها كيس 1، اثنين كابس بيبقوا مفصولين عن بعض في التايم في الماضي، بقى بشوف الماضي حصل ايه، انا عايز اوصل لتايم ان، ايه اللي حصل عند تايم ان اللحظه دي، عشان اعرف اللي حصل عند اللحظه دي لازم ارجع للماضي اشوف ايه اللي حصل قبل كده. فهرجع 1 كلوك بيريود ان ناقص 1، ايه اللي بيحصل عند ان ناقص 1 يا ترى؟ اللي حصل عند ان ناقص 1 ان كانت فاي 1 على اخر ال ان ناقص 1 كانت فاي 1 اون وفاي 2 اوف. فاي 1 اون معناه ان الكاباستور ده واصل بالانبوت،
والكباستور ده مفصول خالص. في الحاله دي الكباستور ده واصل بالانبوت، فكميه التشارج اللي عليه هي تساوي سي في الفي انبوت عند ان ناقص واحد. بقى عند ان ناقص واحد ده انا لاحظ ان ان ناقص واحد ده في الماضي شويه، تمام. فدي كميه التشارج اللي على كي واحد. كيو 2 كان عليه تشارج قديمه موجوده قبل كده، ما هو انتجريتور عمال يكامل، خزان عمال يملى، فكميه التشارج اللي عليه كانت سي 2 في الفي اوتبوت في ان ناقص واحد، دي عند اللحظه ان ناقص واحد. خلاص يبقى انا رجعت وان كومبليت سايكل. في نص السايكل في حاجه حصلت، في نص السايكل الايه الفايات دي اتغيرت، فاللي حصل بقى شكل السيركت الشكل اللي على اليمين، ان الكباستور ده وصل بايه؟ بسي 2. انا عارف مفيش كارن داخل جوه الاوب ام، في الحاله دي انا قعدت اكتب التشارج اللي على سي 1، سي 1 لازم التشارج اللي عليه تفضل، لان الفولتج اللي عليه بقى بصفر، الفولتج اللي عليه بقى هنا صفر وهنا صفر فيرتشوال جراوند، فلازم التشارج دي فضيت بس صفر. كيو 2 لازم يبقى عليه سي 2 في في اوتبوت جديده بقى مختلفه، لازم تتغير في اوتبوت، اتغيرت في اللحظه دي اللحظه اللي لو بترسم في اوتبوت، مش احنا رسمنا الكيو دي عماله تنط كده، ففي اللحظه دي الكيو الفي اوتبوت نطت، الكيو اللي على سي 2 اتغيرت، فلازم في اوتبوت تتغير، مش في اوتبوت في ان ناقص نص ملهاش دعوه بفي اوت ان ناقص واحد، دي اتغيرت لازم تتغير. طب اتغيرت بقى بكام؟ اعرفها منين الفاليو الجديده؟ هقول والله مجموعه تشارج هنا لازم يساوي مجموعه تشارج هنا، ما تشارج هتروح فين؟ ما بين التوب ليتس دي مفيش طريقه ثانيه، ان التشارج بتاع سي 1 راحت لازم يروح لسي 2، مفيش كارنت هيخش جوه الاوب ام، فتشارج من هنا راحت لهنا، فمجموعه تشارجز هنا زي مجموعه تشارجز هنا. بس خد بالك من الاشاره، التشارج اللي على سي 1 في البوزيتيف بليد دي راحت على النيجاتيف تشارج بتاع سي 2. عايز تحط هنا اشاره ناقص يعني ان كيو 2 دي بالناقص، ماشي، عشان انت بتبص على البليد ده اللي عليه نيجاتيف وبتبص على سي 1 على البليد اللي عليه بوزيتيف يعني، فكان الاشاره هنا نيجاتيف. فاجمع الاثنين دول واجمع الاثنين دول هتطلع لك الايكويشن اللي انا طلعتها. ما اكتفيتش بالايكويشن دي، انا قلت خلاص ده ان ناقص واحد ده خلاص ده الحاجات اللي حصلت عند ان ناقص واحد، بس قلت ما بين ان ده ان ناقص نص، ان ناقص نص دي اللي عند نص كلوك بيريد، ما عند نص كلوك بيريد الفول كلوك بيريد الكومبليت بقى سايكل عشان اخد بقى لغايه ان، انا عايز اوصل لغايه ان ايه اللي حصل عند ان. انا رجعت للماضي ليه؟ لان حصل عند ان ده اللي حصل لي النهارده دلوقتي عند لحظه ان، يعتمد ايه اللي حصل قبل كده صح كده؟ فانا عايز اوصل لان، انا وصلت لان ناقص نص في اوت ان ناقص نص، طب من في اوت ان ناقص نص في اوت ان ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الدايره بقى شكلها الشكل اللي على الشمال، فاي واحد تاني فتحت وفاي اتنين قفلت، فالدايره بقى شكلها كده. في اللحظه دي طالما فاي واحد هي اللي الاون وفاي اتنين اوف، الكباستور ده مش هيتغير الفاليو اللي عليه، مفيش حاجه بتفضيه ولا حاجه بتشحنه ولا اي كارنت هيمشي كده ولا كارنت هيمشي كده، فهيفضل محتفظ بالفاليو بتاعته. في اوت اوف ان هي في اوت اوف ان ناقص نص، فالفي اوت هتفضل ثابته من ان ناقص نص الان، فشلت بقى الفي اوت ان ناقص نص وحطيت مكانها في اوت اوف ان، فطلع لي الايكويشن دي اللي هنا اصلا من الاول عارف ان هي هتطلع كده، بس دي طريقه الحل بتاعها. خلاص في حد عنده مشكله فيها؟ اما بين التو كلوك سايكل، انا مش بمشي بالستبس يعني، معلش انا ما مشيتش بالستب يعني، خلينا نرسم فاي واحد، فاي واحد عماله تعمل كده صح هنا، وفاي 2 برضو عماله تعمل كده العكس بتاعها. طب متعودين في الكوميونيكيشن نمشي بالستبس ايه واحد، فهنا الستب اللي سميتها ناقص واحد هنا مثلا ممكن اسمي الان او ان ناقص واحد هنا الان and so on، ماشي كده هنا الان بلس واحد، ولكن في ما بين ال سميت الان ناقص واحد اللي هي دي، في النص هنا في حاجه بتحصل يا باشمهندس، في نص الكلوك بيريود في حاجه بتحصل، في نص الكلوك بيريود السويتشز دي بتقفل في حاجه بتحصل، فسميت دي ان ناقص نص يعني، انا لان هي للاسف انا بمشي على حسب الكلوك بيريود يعني، في الكوميونيكيشن سيستم ده الان ناقص واحد وده الان، بس في النص ما بينهم حصل حاجه، في النص ما بينهم ده اللي هي ان ناقص نص، هي في الاخر خدي بالك هي دي تي يعني، انا الكومبليت سايكل هنا هي تي صح، ودي تي كلوك على الاثنين، نص السايكل دي تي كلوك على الاثنين، النص بتاعنا ده هو تي كلوك على الاثنين صح. انا بحب اشيل الزد واحط مكانها اي صبار اس تي او الاف سامبلنج هي واحد على تي، ولكن انا عندي تي كلوك على الاثنين نص كلوك بيريد، فنص كلوك بيريد هعتبرها ان بنص يعني، ما بتشوفوش الكلام ده في الكوميونيكيشن، لان عند ان بنص ما فيش حاجه بتحصل، عند نص كلوك بيريد ما فيش حاجه، ما فيش سامبلنج يعني، انت بتفترض السامبلز بتحصل عند الايدج واحده صح يعني، عند البوزيتيف ايدج بس او النيجاتيف ايدج بس، انما هنا عندي حاجات بتحصل عند البوزيتيف ايدج وحاجات بتحصل عند النيجاتيف ايدج، فعشان كده اضطريت اسمي ان بنص يعني، اخد ان فاكتور بنص تمام. طب الايكويشن دي شكلها ازاي بقى في الزد دومين؟ هي نفس الايكويشن اللي احنا كتبناها من شويه في الزد دومين، لو خدنا الزد انفرس او الزد ترانسفورم بتاع الكلام ده، فانا عندي خلاص الايكويشن بتقول لي سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان هي نفسها سي 2 في اوتبوت اوف ان ناقص 1، او خلينا نحط ناقص هنا الكلام ده بيساوي ناقص سي
واحد في الفي انبوت اوف ان ناقص واحد. الكلام ده لو عايز اعوض عنه في الزد دومين هيبقى عامل ازاي يا شباب؟ يبقى سي 2 في الفي اوتبوت اوف زد هيساوي ناقص زد انفرس في سي 2 في الفي اوتبوت اوف زد. الكلام ده بيساوي زد ناقص سي 1 في زد انفرس في الفي انبوت اوف زد. او لو هتجيب بقى في اوتبوت اوف زد على في انبوت اوف زد يساوي الكلام ده زد ناقص 1 على 1 ناقص زد ناقص 1. الكلام ده مضروب في نيجاتيف سي 1 على سي 2 صح كده؟ تمام؟ واحنا بنشيل الزد ونحط مكانها ايه؟ ايتا بار اس تي. الزد دي بتساوي ايتا بار اس تي او ايتا بار جي اوميجا تي تي كلوك تي لا تي كلوك اللي هي السامبلنج بتاعنا. عوض بالكلام ده فالفي اوتبوت على الفي انبوت هتساوي ايتا بار ماينس جي اوميجا تي كلوك على 1 ناقص ايتا بار ماينس جي اوميجا تي كلوك في نيجاتيف سي 1 على سي 2. اضرب فوق وتحت ملتبلاي باي فوق وتحت في اي ذا باور جي تي كلوك على الاثنين فوق وتحت. فالكلام ده هيطلع في اوتبوت على في انبوت اي ذا باور ماينس جي اوميجا تي كلوك على الاثنين صح؟ وفي ناقص وانت ضربتها في زائد اي ذا باور جي اوميجا تي كلوك على الاثنين على اي ذا باور جي اوميجا تي كلوك على الاثنين ناقص اي ذا باور نيجاتيف اي ذا باور جي اوميجا تي كلوك على الاثنين في نيجاتيف سي 1 سي 1 على سي 2. الترم اللي تحت ده هو ساين جي جي 2 ساين جي 2 ساين صح. الكلام ده تقريبا هيساوي اي ذا باور نيجاتيف جي اوميجا تي كلوك على الاثنين على جي 2 ساين اوميجا تي كلوك على الاثنين في نيجاتيف سي 1 على سي 2. الساين اكس لو تاني الاوميجا في التي سي تي سي اللي هي 1 على اف كلوك. اوميجا على اف كلوك عاده صغيره الاف كلوك بتبقى اسرع بكتير من الفريكوانسي اللي بتعملها في الالتريشن. فالترم ده صغير اصغر بكتير من 1 ساين اكس. لو اكس اصغر كتير من 1 يطلع ايه؟ اكس تقريبا صح كده؟ بالتقريب الكلام ده يساوي اي ذا باور ماينس جي اوميجا تي كلوك على الاثنين على جي تحت اوميجا تي كلوك على الاثنين في اثنين هيطلع اوميجا تي كلوك. اوميجا تي كلوك اللي هي ماشي نسميها اوميجا تي كلوك في ناقص سي واحد على سي اثنين صح كده؟ عايز تقول ان هو بقى بيساوي اي ذا باور ماينس جي اوميجا تي كلوك على 2 في جي اوميجا سي 2 تحت اهي طبعا في ناقص هنا على سي 1 في الاف كلوك. الكونتينوس تايم انتجريتور يا شباب بيساوي ايه؟ الكونتينوس تايم ده في اوت على في انبوت. الكونتينوس تايم انتجريتور ان في اوت بتاعته على في انبوت اللي هو اوب امب ار سي. لو عملته اوب امب ار سي ار وكاباستور ففي اوت على في انبوت هتساوي ايه؟ واحد على جي اوميجا ار سي صح كده؟ لو بصيت هنا طبعا ده سي 2 اللي هنا ده سي 2 يعتبر والار مكانها واحد على الاف كلوك في سي 1. الار مكانها واحد على الاف كلوك في سي 1 دي اللي احنا قلنا ايكويفالنت ار. يبقى اصلا لما بحط كاباستور وسويتشز هي ايكويفالنت ريزيستور قيمتها واحد على السي في الايه في الاف كلوك. فدي نفس معادله الانتجريتور اللي فوق ده فيز يعني الفوق ده فيز صغير يعني صح كده الاي ذا بار ماينس جي سيتا دي ولا وات ايفر ده فيز صغنطوط خالص مش مشكله قوي في الترانسفير فانكشن في الماجنيتيود. لو خدت الماجنيتيود الفيز دي مش بتفرق معاك ما الماجنيتيود هنا زي الماجنيتيود هنا ابروكسيمتلي تو فانكشن دول زي بعض. فده بيعمل انتجريشن ده بيعمل ديسكريت تايم انتجريتور. لو انت دخلت له دي سي زي ما قلنا هيبقى يعمل ديسكريت تايم انتجريتور هيبقى ايكويفالنت للكونتينوس تايم انتجريتور. مستو حاجتين كبار جدا. اول حاجه بص على الترانسفير فانكشن اللي فوق. طبعا سيبك من الترم اللي هو الفيز. الترانسفير فانكشن دي هل فيها ايه اللي يحدد لك الكات اوف بتاعك؟ يعني الكات اوف هنا ار سي. طبعا انا هعمل فيها فلترز والفلترز الكات اوف بتاعك ار سي هنا. بس ايه الكات اوف بتاعك هنا او ايه الانتجريتور كونستانت هنا؟ الار في السي هنا بتساوي ايه؟ بدل ما بقت ار سي بقت عباره عن ايه؟
سي 2 على سي 1 في الاف كلوك صح كده؟ يعني الايكويفالنت ار سي، ار سي دي ايكويفالنت بقت سي 2 على سي 1 في الاف كلوك تحت. هل دي فيها ميزه يا شباب ان هي بقت شكلها عامل كده؟ كنترول سهل قوي، ممكن اغير الاف كلوك فغير الايه الباندوث بتاعي بسرعه. خلاص الحاجه الثانيه اللي حدد لك الكورنر هنا كات اوف ريشيو ما بين ايه سي وسي، فدي فيري اكيوريت على الاي سي صح، يعني دول لو اتغيروا 20% غالبا هيتغيروا 20% مع بعض صح، فدي فيري اكيوريت فلتر كنترولابل فلتر. الاف كلوك دي ممكن اعملها جنريشن كنترولابل. طبعا الكلام ده لو سمعتوا عن بي ال الز ما بقاش كورس في السنه الجايه كان بيدرس سنه رابعه، بس على اي حال بي ال الز تقدر جنريت اف كلوك فيري اكيوريت وفيري بريسايز، فيري بريسايز ممكن جنريت اف كلوك فيري اكيوريت وبريسايز وكنترولابل، سهل جدا تعمل الكلام ده تمام. فالاف كلوك دي ممكن تبقى بريسايز وفيري اكيوريت وتقدر تخليها تتغير، فبسهوله جدا اقدر اغير الكات اوف بتاعي بسهوله. فالكات اوف هنا بتعتمد على الريشيو بتاع الكاباسيتورز، سهل قوي ان انا اغيرها، فدي ميزه كبيره. فهي فكره ان انت بتنقل السويتشز اللي بتفتح وتقفل دي بتغير الريت بتاعها زي ما اتفقنا صح، فكانك بتبطئ الدنيا زي ما انت عايز. فالريت ده الاف كلوك بتحدد لك على طول الايه التايم كونستنت بتاعك، والريشيوز هنا ما بين سي على سي فالدنيا بقت اسهل كتير. طيب انا عندي فدي المزايا الايه اللي احنا عملناها تمام. عندي تو كيسز تانيين ممكن نعدي على الاناليسز بتاعتهم، هم مهمين جدا. هم ثلاثة كيسز، يعني الكيس اللي انا اديتها لكم دي كيس موجوده بس هي فيها مشكله وحيده الحقيقه. قبل ما اروح بقى الحاجات اعقد شويه، دي الاناليسز بتاعتها الويف فورم اناليسز، مش مهم احنا خدنا حاجه شبهها لو احنا بنتكلم على خزانات يعني، بس هنا الانبوت بس هو انبوت ممكن تتخيل ان هو فاريبل مع تايم، فالدنيا هتتغير هنا ان ديسكريت فاشن زي ما اتفقنا. دي الاناليسز اللي احنا وصلناها. قلنا ان الريشوز هنا ما بين طبعا الكات اوف ده هو ريشوز ما بين كاباستورز، فدي كويسه فيري اكيوريت، فدي حاجه كويسه ممكن اتحكم فيها في اف كلوك، دي فيري اكيوريت بس انا محتاج كلوك زياده فدي مش حاجه كويسه قوي تمام، محتاج كلوك زياده في السيستم. ولازم الكلوك دي يكون اسرع بكتير من الاف اللي انا بعملها فلتريشن يعني صح. فلو بتكلم انا على الفريكوانسي فلتر مثلا عند 1 هرتز او 2 هرتز، طبعا الكلام ده في لو فريكوانسي مثلا بتكلم على حاجات بالهرتز او بالكيلو هرتز، فالفريكوانسي لازم تكون 10 مرات على الاقل اسرع عشان يبقى السامبلنج بتاعك ايه كويس يعني. مشكله الانتجريتور اللي انا عملته ده شغال كويس ما عدا في مشكله واحده ان هو بارازيتك سنسيتيف. تعال نشوف البارازيتكس في كل حته. هل بارازيتك عند الانبوت دي بتفرق حاجه في يعني في الاناليسز بتاعتي؟ لو حطيت هنا سي بارازيتك عند الانبوت، سي بارازيتك عند الانبوت هيفرق حاجه في الاناليسز بتاعتي؟ مش هيفرق حاجه لان هو دايما واصل بالانبوت، مش فارق حاجه. لو الفاي واحد اون الكاباستور ده هيوصل بالفي انبوت فهيشحن نفس القيمه وهيفضي بنفس القيمه. سي 2 اللي عند او سي بارازيتك 3 اللي عند النيجاتيف تيرمينال بتاع الاوب امب اللي هنا مش هتفرق حاجه برده لان التيرمينال ده دايما فيرتشوال جراوند صح، دايما الفولتج هنا بصفر. فلو في سي بارازيتك هنا مش هيفرق معاك حاجه لان هو واصل دايما بجراوند تمام. اللي هيفرق معاك مين؟ البارازيتك اللي موجود فين؟ مع سي واحد. لو في حاجه بارل مع سي واحد هتفرق معاك على طول في الايكويشن، هتظهر بارل مع سي واحد. فمش كويس من ناحيه البارازيتك سنسيتيفيتي. عشان الناس تعمل بارازيتك انسنسيتيف انتجريتور قررت تعمل سي واحد ده سيريس مش شنط كده، ما يبقاش شنط للجراوند، هعمل سي واحد سيريس واستخدم اربعه سويتشز. في اثنين كونفجريشن بقى مهمين جدا. في اثنين كونفجريشن للشكل ده مرتين، هنعمل اناليسيس ليه مرتين، الشكل ده وفي شكل ثاني ان انا بعكس بس الفايات. ففي الشكل اللي هو السي واحد كده وفاي واحد وفاي اثنين هنا وسي والفاي فاي واحد كده وفاي اثنين هنا، ده شكل اولاني. وفي شكل ثاني هنعمله اناليسيس برضه. الشكلين دول بقى هم المهمين جدا. ده بارازيتك انسنسيتيف انتجريتور. بارازيتك انسنسيتيف انتجريتورز هنشوف الفانكشن بتاعته شكلها ازاي، وتعالى نرسم الدايره في الحالتين. نرسم الدايره في فاي واحد وفاي اثنين. برضه هبدا باللحظه طبعا ان التو كاباستورز دول مش واصلين ببعض، مش واصلين ببعض، ان فاي 2 اوف، فاي 2 هي اللي في سكه ان الكاباستورز واصلين ببعض. فهبدا باللحظه لا ان فاي 1 هي الاول اون، واللحظه دي بسميها ان ناقص 1 تمام. فعند ان ناقص 1 عند الاند اوف ان ناقص 1 انستنت فاي 1 هي الاون. طبعا فاي 1 لما تبقى اون الكاباستور ده خد بالك في الفاي 1 لو فاي 1 اون هتلاقي الكاباستور ده من ناحيه يوصل بالفي انبوت والناحيه الثانيه يوصل بالايه؟ بجراوند. فاي 2 لو اون فاي 2 دي هتبقى اون والناحيه الثانيه هتبقى واصله بالايه؟ بالجراوند. طيب ففي فاي 1 اون الكاباستور هيبقى عامل كده. ناخد بالنا قوي من البوزيتيف تشارج فين؟ البوزيتيف تشارج هنا مالها تجري مني ماشي، البوزيتيف تشارج هنا والنيجاتيف تشارج هنا. كميه الكيو هنا هي بتساوي كيو 1 سي 1 في الفي انبوت ان ناقص 1 تمام؟ ده
التشارج اللي على سي 1 والتشارج اللي على سي 2 هي سي 2 في الفي اوتبوت ان ناقص 1 تمام كده. دي التشارج اللي على سي 2 ناخد بالنا برضو البوزيتيف تشارج هنا والنيجاتيف تشارج هنا. في الحاله الثانيه انا ده مكان سويتش، لا بفصل السويتش ده وبفصل الانبوت وبوصل ده هنا خلاص. لو فاكرين فاي 2 كانت هنا، كانت واحده هنا، كانت واحده هنا، فوصل ده هنا، وصل ده ايه للجراوند صح. ده في اللحظه الثانيه عند ان ناقص نص، عند ان ناقص نص هوصل الكباستور ده هنا والناحيه دي بالجراوند صح. منين بقى؟ من الاوريجينال سيركت، يعني نرجع للاوريجينال سيركت. في فاي 2 التيرمينال ده بيوصل لايه للكباستور، وفاي 2 ده هيوصل بالايه بالجراوند. ناخد بالنا من حاجه هنا، ناخد بالنا بقى من حاجه لطيفه هنا. ده البلس وده الماينس، وهنا الماينس وهنا البلس ماشي. دي كميه التشارج اللي كانت على الكاب. طيب في الحاله الثانيه دي طبعا الكاب هنا وصل بالجراوند، وهنا وصل بايه النقطه دي النيجاتيف تيرمينال بتاع الاو بي ام بكام؟ فيرتشوال جراوند. فكيو اللي على تشارج على التشارج بتاع سي 1 برده بصفر، بقت بصفر، لازم هتبقى بصفر هنا. طب راحت فين النيجاتيف تشارج دي؟ راحت على النيجاتيف تشارج بتاعه الاي سي 2 صح كده. فالتشارج اللي على سي 2 في الحاله دي هتبقى سي 2 في اوتبوت ان ناقص نص. مجموع دول هيساوي مجموع دول، الاثنين هنا بالنيجاتيف، يعني عايز تحط الاشارات كلها هنا بالنيجاتيف، كل التشارجز بالنيجاتيف، النيجاتيف تشارج هنا فضت في النيجاتيف تشارج هنا خلاص. فكان النيجاتيف تشارج زادت، وبالتبعيه البوزيتيف تشارج الناحيه الثانيه زادت. ما خد بالك البوزيتيف والنيجاتيف تشارج دول قد بعض، البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج قد بعض بيساوي سي 2 في الايه في الفولتج اللي عليه. فانت فضيت النيجاتيف في النيجاتيف، فكان النيجاتيف تشارج زادت او البي اوت كانها زادت بالبوزيتيف. عايز تحط الاشارات كلها بالنيجاتيف هنا، لان النيجاتيف تشارجز هنا كلهم نيجاتيف، مجموع التشارجز دي بيساوي مجموع التشارجز دي. هتعمل نفس الايكويشن، هتطلع لك نفس الايكويشن اللي احنا طلعناها المره اللي فاتت بس من غير اشاره ناقص خلاص. يبقى مجموعه التشارجز في الحاله الاولانيه بيساوي مجموعه التشارجز في الايه في الحاله الثانيه، تطلع لك الايكويشن بالمنظر ده خلاص. يبقى في اوتبوت سي 2 في اوتبوت ان ناقص نص يساوي سي 2 في الفي اوتبوت ان ناقص 1 زائد سي 1 في الفي انبوت ان ناقص 1 خلاص. مجموعه التشارجز هنا بيساوي مجموعه التشارجز هنا. من ان ناقص نص لان مفيش حاجه هتحصل، يعني من ان ناقص نص لان الدايره بتكرر نفسها، فالفي اوتبوت هتفضل محتفظه بقيمتها، فالفي اوتبوت اوف ان ناقص نص هي نفسها الفي اوتبوت اوف ان خلاص. الفي اوتبوت اوف ان ناقص نص هي نفسها الفي اوتبوت اوف ان خلاص. مفيش حاجه بتحصل في الدايره دي، لان الدايره بترجع لايه للشكل ده، فالفي اوتبوت بتفضل محتفظه بقيمتها، السي 2 ده ما بيفرغش، فالفي اوتبوت بتفضل محتفظه بالقيمه اللي فيها. طيب في الحاله دي لما اعوض بقى الايكويشنز ببعضها، ف الايكويشن اللي انا طلعتها ان السي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص نص بيساوي سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان زائد سي 1 في الفي انبوت اوف ان ناقص 1. الاشارات هنا كلها بالبوزيتيف، حد متلخبط ليه الاشارات بالبوزيتيف؟ لان النيجاتيف تشارجز، يعني عايز تحط الاشارات كلها هنا بالنيجاتيف. خد بالكم يعني التشارجز دي كانت هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، يعني هنا بصفر طبعا مش مشكله النيجاتيف والبوزيتيف، وهنا نيجاتيف صح، لان النيجاتيف تشارج اللي هنا هي اللي راحت على النيجاتيف تشارج اللي هنا. فانا بقول مجموع النيجاتيف تشارجز توتال هي مجموع النيجاتيف تشارجز هنا توتال، يعني مجموع تشارجز هنا بيساوي مجموع تشارجز هنا. فكل النيجاتيف دول هيطيروا مع بعض، يعني كل النيجاتيف دول هيطيروا مع بعض، فالايكويشن هتبقى كلها بوزيتيف، يعني الايكويشن هتبقى كلها بوزيتيف. فدي الايكويشن احنا جبناها من التشارج كونسرفيشن، رسمت الدايره في الحاله الاولانيه. في الحاله الثانيه تشارجز هنا بيساوي تشارجز هنا، طلع الايكويشن دي. قلت ما بين ان ناقص نص وان ناقص وان مفيش حاجه بتحصل، في الفي اوت هيفضل ثابت. فهعوض هجيب ايكويشن ما بين في اوت اوف ان بقى عند الاخر السايكل كلها، عند اخر اللي حصل دلوقتي في اوت اوف ان اللي انا عايزها، بيساوي في اوت اوف ان ناقص 1 القديمه زائد سي 1 في الفي انبوت ان ناقص 1. لما تاخد زد ترانسفورم هيطلع لك نفس الايكويشن اللي احنا طلعناها، بس مفيش اشاره ناقص. ده نون انفرتنج انتجريتور. معلش هو الالوان مش باينه شويه بس ماشي. فالايكويشن طلع كده، سي 1 على سي 2 زد انفرس على 1 ناقص زد انفرس في زد ترانسفورم يعني، بس الاشاره بوزيتيف مش اشاره نيجاتيف خلاص. ده نون انفرتنج انتجريتور، نفس الانتجريتور اللي فات، نفس الانتجريتور اللي فات، نفس ترانسفورم فانكشن، هتعمل نفس الشغلانه بالظبط، ما فيهاش اي حاجه مختلفه غير ان الاشاره بقت بالبوزيتيف. ففي كل المزايا بقى بتاع الانتجريتور اللي فات، بس ده هل بارازيتك سنسيتيف؟ يعني تعال نشوف كل البارازيتكس اللي موجوده فيه. بص سي بي 1 سي بي 2 سي بي 3، هل اي حاجه من دول ليهم تاثير؟ تعالى سي بي 1، سي بي 1 دايما واصل بفي انبوت، فمش حاجه يعني مش مأثر على حاجه، دايما واصل بفي انبوت، مش هيأثر على حاجه، دايما الشحنه اللي عليها في انبوت وثابته صح كده، ما مش مأثر على حاجه. سي بي 2 ده وصل على طول بايه يا شباب؟ سي بي 2 ده دايما يا اما ديورنج فاي 1 بيوصل بالجراوند، وديورنج فاي 2 هيوصل بايه؟ بجراوند برضه صح. فاي 2 دي على فيرتشوال جراوند، فمعلوش شارج اصلا كده،
كده يعني كده كده في الحالتين معلوش تشارج، كيو اللي عليه بصفر في الحالتين. سي بي 3 ده برضو معلوش تشارج في جميع الحالات، واصل دايما بجراوند فمعلوش تشارج في جميع الحالات، تمام؟ فدايما مش مؤثر. وطبعا السي اللي في الاوب ده برضو مش مؤثر، الاوب بتاع الاوب امب السي هنا مش مؤثر في حاجه، السي اللي هنا مش مؤثره في حاجه، تمام كده؟ فكل الكاباستور الكاباستورز هنا مش مؤثره، فهو ده بارازيتك انسنسيتيف انتجريتور. واضح واضح الفكره ولا مختلفه شويه اللي احنا بنعمله صح؟ بس واضحه ولا في يعني مش حاجه؟ لو عايز اعمل لو فريكوانسي فلتر هقلل السي دي، سي واحد هقللها. طبعا في ليميت، مظبوط مظبوط، لان البارازيتكس مش بس الجراوند، هي طبعا البارازيتك الجراوند مش مؤثر، بس هي في بارازيتكس ما بين النودز وبعضها، يعني ممكن يبقى في بارازيتك هنا ما بين النقطه دي والنقطه دي، بس ده صغير عاده بيبقى صغير، يعني في ممكن يبقى هنا سي بارازيتك بس صغير ما بين النقطتين وبعض. فما تقدريش تصغري دي قوي، بس ممكن اصغر مين يعني اف كلوك، يعني ممكن اصغر اف كلوك صح كده. لو عايز فيري لو فريكوانسي فلتر سي 1 وسي 2 ما يفضلش ان كمان الريشوز ما بين كاباستورز تبقى مثلا 100 ولا 1000، دي ريشو كبيره، هيبقى واحد كبير قوي واحد صغير قوي، مش حاجه كويسه. فاحنا ممكن ناخد الريشو ما بين كاباستور 10 مثلا او 20 او 30. طب لو عايز اصغر الفريكوانسي قوي هصغر الاف كلوك قوي، صغر الاف كلوك قوي فاصغر الفريكوانسي في اوبريشن يعني. فدي ميزه السويتش سي، يعني دي فكره السويتش سي ودي الميزه بتاعتها. الحاله الثالثه انا برضو يعني الحاله الاولانيه دي مش مهمه قوي، احنا خدناها كانترودكشن. الحاله الثانيه دي مهمه جدا، مهم جدا تعرفوها، ان انا الشكل ده الارنجمنت دي بتديني نون انفرتنج انتجريتورز لما يكون عندي فاي 1 هنا وفاي 2 هنا، يعني فاي 1 الاثنين هنا وفاي 2 الاثنين هنا. في ارنجمنت شبه دي قوي، بس هخلي بدل ده فاي 1 فاي 2 هخلي الاثنين دول فاي 1، اللي فوق الاثنين دول فاي 1، والاثنين اللي تحت دول فاي 2، تمام؟ دي ثاني واحده مهمه، يعني دي مهمه جدا. والحاجه المهمه الثانيه ان انا بقى اخلي الارنجمنت كده، الاثنين اللي فوق فاي 1 والاثنين اللي تحت فاي 2، تمام؟ لو الشكل ده ايه كده كده انت مره هتخلي الكاب تشارج اللي عليه بصفر، ومره الانبوت واصل بال يعني هو بيشحن في نفس الوقت، هيغير الايه الاوتبوت فولتج، يعني هو بيشحن في انبوت الاوتبوت فولتج هيتغير في نفس اللحظه، مفيش مشكله هيشتغل. هتعمل برضو تشارج كونسرفيشن، هي بتعمل الدايره في الحالتين، اعمل الدايره في حالتين، في حاله الفاي 1 والفاي 2. انا هبدا الحقيقه المفروض تبدا بالفاي 1 اوف، المفروض تبدا الاول بالفاي 1 اوف، لان هو كاباستور في الحاله دي التشارج اللي عليه بصفر، والفي 2 ده محتفظ بالتشارج القديمه اللي عليه. في الحاله الثانيه اول ما بتوصل الاثنين دول ببعض اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل الكاباستور ده هيشحن بقيمه في انبوت صح، يعني كميه الكيو اللي عليه الكاباستور ده هيحصل له ايه اول ما توصل في انبوت هنا؟ ده هيشحن بحيث يبقى الفولتج اللي عليه بكام يا شباب؟ سي في الفي انبوت صح؟ في انبوت مثلا اوف ايه؟ ده فاي 1 ده ان ناقص 1 اكشلي. انا مش كده؟ فاي 1 عند ان ناقص 1. ماشي خلينا بقى نبدا بالفيز الثانيه. طب خلينا اعملها انا، الانزل هنا مش 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 مظبوط، خلينا اعمل لكم انا الانزل. طيب هنبدا بالفيز الثانيه. انا عندي خد بالك برضو انا فاي 1 هنا بادئه، انا فارض ان دي بتطلع هنا، دي مسميها ان ناقص 1، دي مسميها ان ناقص نص، دي مسميها ان، تمام؟ طيب ما بين بتوين فاي 2 بتوين ان ناقص 1 لان ناقص نص فاي 1 اوف فاي 2 هي الاون. في الحاله دي شكل الدايره ايه يا باشمهندسين؟ زي ما باشمهندس كان بيقول لنا نرجع للدايره. الدايره اصلا اوريجينالي هي عامله كده، ده فاي 1، فاي 1 هي اللي واصله هنا، فاي 1 واصله هنا، كباستور ده واصل هنا، فاي 2 واصله هنا، فاي 2 واصله هنا، الاوب امب واصل كده، ده سي 2 جراوند ده في اوت، تمام. تعال ناخد الحالة الأولانية ما بين ان ناقص 1 وان ناقص نص، هتلاقي فاي 1 اوف زي ما اتفقنا وفاي 2 هي اللي اون، فالكاباستور ده واصل بالجراوند، سي 1 ده واصل بالجراوند من ناحيتين، وكاباستور سي 2 محتفظ بالتشارج اللي عليه، يبقى سي 1 كيو على سي 1 بكام يا شباب؟ كيو 1 بيساوي كام؟
زيرو. كيو 2 هتساوي ايه؟ سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص نص، عشان انا بشوف عند اخر اللحظه، عند اخر يعني عند اخر الكلوك سايكل اللي هي من بين ان ناقص واحد لغايه ان ناقص نص، بشوف عند الاخر اخر حاجه خالص وصلت لايه؟ لسي 2 في الفي اوتبوت ان ناقص نص. خلاص دي في الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه يبقى دي اول حاله. خلاص ناخد بالنا من الاشارات البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، تمام؟ ناخد بالنا من الاشارات. تعال نبص برضو على الايه الحاله الثانيه. السي واحد هي اللي بقى الفاي واحد هي اللي اون الحاله دي، ده سي 2 فالفاي واحد اون في الحاله دي، فالفي انبوت واصل هنا سي واحد هنا، فالشارج اللي على وخلاص، وفاي الفاي 2 السويتشز دي مفتوحه، فالشارج اللي على سي واحد بكام في الحاله دي؟ دي ما بين ده التايم اللي هو ما بين ان ناقص نص لحد ان. خلاص في اخر التايم ده اللي هو عند ان، اخر التايم ده عند ان، كي واحد هتساوي ايه؟ سي واحد في الفي انبوت في ايه؟ ان، صح كده؟ عند اخره، لان النقطه دي في انبوت، النقطه دي فيرتشوال جراوند. طب الكيو اللي على سي 2 بكام؟ الكيو اللي على سي 2 بكام يا شباب؟ سي 2 في الفي انبوت في الفي اوتبوت اوف ان برضه، صح كده؟ تمام. البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، تمام؟ مجموعة تشارجز دول طبعا انت يعني صح، البوست هنا والنيجاتيف هنا، مجموعة تشارجز دول لازم يساوي مجموعة تشارجز اللي ايه اللي في الاول. مجموعة تشارجز اللي في الاول يبقى المعادلة هتقول لك ان سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص نص هيساوي ايه؟ سي 1 صح في الانبوت اوف ان زائد سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان. او ممكن تجيب بقى ودي بقى الفي اوتبوت اوف ان دي الناحيه الثانيه، او ودي السي يعني ممكن تكتبها كده سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص سي 2 في الفي اوتبوت اوف ان ناقص نص تساوي سي 1 في الفي انبوت اوف ان. خد الزد ترانسفورم يا شباب، خد الزد ترانسفورم، فالكلام ده هيطلع لك لا انا ودي السي 1 هتبقى بالنيجاتيف صح، سي 1 هنا يبقى فيه اشاره نيجاتيف صح، هودي الفي اوتبوت اوف ان دي الناحيه دي والايه هودي دي الناحيه الثانيه ودي الناحيه دي، يعني على اي حال الاشارات بالمنظر ده. فلما اخد زد ترانسفورم يبقى سي 2 في الفي اوتبوت اوف زد ناقص سي 2 زد ان ناقص نص، هي بتترجم لزد ناقص نص. خلاص دي مش متعودين عليها انا عارف، بس هي زي ما قلت لكم لا احنا عندنا حاجه بتحصل عند نص الكلوك سايكل في اوتبوت اوف زد، الكلام ده بيساوي نيجاتيف سي 1 في الفي انبوت اوف زد. الترانسفورم فانكشن في الحاله دي ان في اوتبوت على في انبوت هيساوي نيجاتيف سي 1 على سي 2 في زد ناقص نص فوق على 1 ناقص زد ناقص 1. دي نفس ترانسفور فانكشن يعني بتاعت اول واحد، بس كان هنا زد ناقص 1 مش مشكله لان هي اصلا ده فيز يعني مش مشكله خالص. بس ده انتجريتور لان عندك 1 ناقص زد ناقص 1 تحت في المقام صح، ده انتجريتور برضو، وهنا ده انفرتنج انتجريتور صح كده، انفرتنج انتجريتور. دول الحالتين المهمين قوي، الحالتين دول خلاص دول تعرفوهم، الاناليسيس دي انا عملتها لكم معاك كومبليت في الحالتين دول. لو عرفت الحالتين دول اقدر احل اي سويتش سي، هقول لكم على التريك دلوقتي نقدر نحل اي سويتش سي سيركت. خلاص لو عرفت ترانسفر فانكشن بتاعت الحالتين دول خلاص الحالتين انهون برضو اني حالتين، الحاله اللي هي السويتشز دول الفاي 1 وفاي 1 الاثنين فوق وفاي 2 الاثنين تحت، والحاله الثانيه لان دول الباراسيتك انسنسيتيف، والحاله الثانيه اللي هي ايه الحاله دي. خلاص الفايات معموله بالمنظر ده خلاص، فدول الحالتين المهمين جدا. خلاص في الحاله دي الترانسفر فانكشن طلعت انتجريتور، بص انفرتنج انتجريتور نون انفرتنج انتجريتور سوري، اللي هو الترانسفر فانكشن بتاعته طلعت سي 1 على سي 2 زد انفرس على 1 ناقص زد انفرس. الحاله الثانيه طلعت نفس الكلام بس اشاره نيجاتيف هنا ودي زد ناقص نص. خلاص دول الحالتين اللي انتوا عايزين تعرفوهم. طب لو جبت لك سويتش سيركت بقى سويتش سي سيركت كبيره او كبيره قوي، هضطر اعمل بقى الكلام ده الاناليسيس دي؟ لا، في تريكه بسيطه ممكن تسهل على نفسك الاناليسيس. يعني بمعنى تعالوا نتخيل كده مع بعض ان انا عندي دايره بالمنظر ده. خلاص حد عنده اسئله في الحالتين اللي انا قلت لهم؟ خلاص يبقى دول الحالتين اللي انا مهتم بيهم. ها ماشي، بس انا ببص على يعني ماشي انت عايز تقول ان في اوتبوت اوف ان ناقص نص هي نفسها في اوتبوت اوف ان ناقص واحد ناقص واحد. طب تعال نشوف ما بين ان ناقص نص وان ناقص واحد. اصل ان ناقص واحد انا بعملها عند الايدج بتاع الكلوك دي يا باشمهندس، بعملها عند قبل ما الكلوك دي تنقل،
دي لما كانت فاي واحد اون وفاي اتنين ايه اوف، صح كده؟ اول ما الكلوك نقلت فاي واحد بقت اوف، فاي واحد اللي هي في السكة، خلينا نشوف الدايرة بس شكلها عامل ازاي الاول، نرجع تاني للدايرة. دي فاي واحد، دي فاي واحد خلاص، دي فاي الاثنين دول بتتكلم على دورينج ايه فاي واحد صح؟ اول مره دي كده فاي 1 اول. اه لا بقى فاي 1 اوف، وهي اوف ما بين بقى ال n ماينس 1 وال n ماينس نص، ماشي ما فيش اي شيء انت حصل. اه بس انا ببص على ماشي ما بين n ناقص 1 و n في الحته دي، ما بين n ناقص 1 اللي هي فاي 1 اه و n ناقص نص، بس انا لما بقول في اوت اوف ان ناقص 1 انا قصدي في اوت هنا، في اوت 2 هنا ليه؟ قبل ما فاي 1 تروح لاوف، قبل ما فاي 1 تروح لاوف قبلها على طول، مش عند اللحظه اللي هي راحت اوف، يعني اول ما تروح اوف في الفتره دي انت بتقول ان هي تفضل ثابته. ماشي اوكي ان هي تفضل ثابته صح، لان فاي 2 هي اللي هتبقى اون، ماشي، فالكباستور ده هيفرغ، فالفي اوت هتفضل ثابته في الحاله دي، ما هتفضل نفس الفاليو. اه هتكون زد ماينس 1 لا ممكن زد ناقص نص. لا ممكن زد ناقص نص، مفيش مشكله. زد ناقص نص جت منين يا شباب؟ انتوا في الكوميونيكيشن بيقول لكم مفيش زد ناقص نص، لا مفيش حاجه بتحصل عند نص كلوك بيريد. انا هنا ليه حطيت زد ناقص نص؟ لان في حاجات بتحصل عند نص كلوك بيريد، انما فعشان كده سميت زد ناقص نص. ما انت عندك حل من اتنين، يا اما تقول ان التي كلوك بتاعتك مش هي تي كلوك كلها، التي بقى بتاعتك تبقى هي تي على الاثنين صح، وتمشي ساعتها بزيرو وواحد، يبقى الواحد بيحصل هنا عند تي على الاثنين، والاثنين تحصل عند تي صح، ده عندك حل من ده، فيبقى تمشي زي كوميونيكيشن زي ما انتوا عارفين، ما يبقاش في زد ناقص نص خالص، بس التي بتاعتك تبقى تي على الاثنين، مش انت بتعوض بزد ان هي بتساوي زد بتساوي اي صبار ماينس صبار اس تي صح كده؟ فيا اما تبقى تي دي هي تي على الاثنين، يا اما تقول تبقى زد ناقص زد اس نص وتي تبقى تي هي صح كده؟ اه بس فهي هي في الاخر هتطلع هي مش مضايقكش زد ناقص نص، انا عارف ان انت مش قادرين تبلعوها، بس هي دي بس انت هتشوفها في الكتب كلهم ماشيين كده، في الالكترونكس بتوع الالكترونكس ضربوا عرض الحائط بالكوميونيكيشن بيقولوا مشوا زد واحد واحد نص. اه تمام، بس هو في يعني الحاله دي انت تقول ان ماينس 1 بسبب اللي هي اصلا من الفيز، يعني هيكون من قبلها يعني من عند ماينس 1 صح؟ من قبلها من عند ناقص 1 تمام، انت عايز تاخدها من هنا من ان ناقص 1 على اساس ان ان ناقص 1 هي فاي 2 هنا باوف فاي 2 فاي 2 هنا هي الاون تمام، هي في الفتره دي مش هتتغير، بس في الفتره دي بتتغير، اصل هي الفكره كلها ان الفتره دي بتتغير، يعني هي الفكره فيها يا باشمهندس، الفكره ان انت الفتره دي الفي اوت الفي اوت عماله تتغير ما بين ان ناقص 1 وان ان ناقص 1 ونص، من ان ناقص 1 ونص لان الفي اوت هنا ممكن تتغير. ليه؟ لان فاي 1 اون لما تبقى فاي 1 اون والدايره بتبقى اللي هي المنظر الاولاني ده، شايف لو في اي تغيرات في الفي انبوت، الفي انبوت ده مش لازم تكون دي سي، في اي تغيرات سريعه في الفي انبوت تلاقي الفي اوت كمان ممكن تتغير بسرعه تمام. عند الايدج بقى ان ماينس 1 هيكون نفس القيمه لحد ان ماينس نص. ماشي مش هتتغير من ان ناقص 1 لان ناقص نص، مش هتتغير الفي اوت، مش هتتغير الفي اوت، مش هتتغير في الحاله دي صح، مش هتتغير، فعايز تخليها مش يعني اصل هي طالما مش متغيره مش هتفرق بقى، طالما مش متغيره مش هتفرق، يعني انت فاهم قصدي؟ صح كلامك مظبوط. هي هنا انا كنت سايبها يعني اللي هتلاقيها هنا في معظم الاناليسز تمام. ماشي اه تمام، هتلاقيني انا حطيتها هنا اه ماشي خلاص ماشي مظبوط. اه فممكن نشيل ممكن نشيل مظبوط كلامك مظبوط، ممكن نشيل زد ناقص نص دي، ممكن نحط مكانها زد ناقص واحد ماشي، وهي مش هتفرق يعني، هي المفروض ان هي يعني تمام، لان الفاليو ثابته يعني، يعني احنا اللي بنقوله ان في اوت اوف ان ناقص نص هي نفسها في اوت اوف ان ناقص واحد فيز بس فيز فهي ماشي، عايز تخلي دي تبقى زد ناقص واحد ماشي مظبوط، تخلي دي زد ناقص واحد بما ان احنا عندنا في اوت اوف ان مش مظبوط، نخليها كده تمام. خلاص
هي اصلا يعني هتلاقي الاناليس في الاخر وصلت لكده تمام. اه ماشي. طيب نرجع بقى لو عندي دايره كبيره مش فايديش دايره الايه الدليفري ماشي طالعه كده. نعم من تمام لا ما هي صح ما صح 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 مظبوط مظبوط مظبوط. تعال نعيدها بقى معلش تعال نعيد الحته دي كلها تعال نعيد الحته دي كلها معلش. فاحنا اللي هنقوله هنا ماشي سوري خلينا نعيد الحته دي كلها. احنا هنشيل الفي اوت اوف ان ناقص نص فزي سي 2 في في اوت اوف ان ناقص ناقص سي 2 في الفي اوت اوف ان ناقص 1 الكلام ده بيساوي ناقص سي 1 في الفي انبوت اوف ان صح كده. ما تشيلت ان يعني احنا بنقول ان في اوت اوف ان ناقص نص في اوت اوف ان ناقص نص هي نفسها في اوت اوف ان ناقص 1 مظبوط سوري ماشي في اوت اوف ان ناقص 1 صح كده. فانا عوضت هنا فيطلع لك هيطلع لك من غير اي ديلي مظبوط تمام مظبوط ماشي. فالكلام ده هيطلع ان سي 2 في الفي اوت اوف زد ناقص زد انفرس في الفي اوت طبعا في سي 2 برضو سي 2 في الفي اوت اوف زد الكلام ده هيساوي ايه ناقص سي 1 في الفي انبوت اوف زد مظبوط كده. فالفي اوت على الفي انبوت هيساوي ناقص سي 1 على سي 2 1 على 1 ناقص زد انفرس مظبوط كده ماشي مظبوط تمام. فدول الحالتين المهمين خلاص يبقى احنا عرفنا الايه الحالتين المهمين تمام. الحالتين المهمين هم الحالتين دول تمام. الحالتين دول ان انا يبقى عندي سويتش بالمنظر ده وسويتش بالمنظر ده تمام. الحاله الثالثه انا بيظهر لي يعني تعالى بقى نعمل انتجريتور او اللو باس فلتر فيرست اوردر لو باس فلتر جنرال. فاكرين شكله عامل ازاي يا شباب؟ شكله كان عامل ازاي الجنرال لو باس فلتر فيرست اوردر؟ في الفيدباك هنا في ار في سي كده مظبوط وهنا في ايه ار وسي صح. ده سي 1 ده سي 2 ده ار 1 مثلا صح اسمي ده ار 2 مش وده الفي انبوت الفي انبوت واصل هنا صح. لو عايز اعمل ده سويتش سي هعمل ايه؟ اعمل اراد هشيل اراد واحط مكانها سويتشز وسي صح كده معاه تمام. تمام اعمل بقى اناليسيس ازاي؟ اعمل اقعد اعمل كل الاناليسيس الكبيره احنا عملناها؟ لا مش لازم ممكن اسهل على نفس الاناليسيس. تعال نعمل الدايره دي على ثلاث مرات على بالسوبر بوزيشن. تعال ناخد دايره هديك دايره اسهل شويه خلاص اسهل شويه من اللي انا راسمها. تعال ناخد الدايره دي كده ماينس بلس ده الفي اوتبوت كاباستور سي 2 او خلينا نشوف بقى انا هعملها ايه في السلايدز عشان ما اعمل زيها معلش. انا مسمي ده ايه سي 4 سي ايه مثلا سي 1 سي 2 سي 3 مش فخلي ده سي ايه سمي ده سي ايه معلش واعمل لك حاجه بالمنظر ده عشان نسيب. وهنا انا عامل ايه بقى ماشي ممكن انا عامل كل الايه كومبينيشنز يعني ماشي. هنا عامل مره خدت الدايره الاولانيه اللي فيها سي 1 ومعاها هنا فاي 1 وفاي 1 وهنا فاي 2 فاي 2 ومره عملت كده. دي الحالتين اللي احنا عملناهم قبل كده هنا فاي ده سي 2 اكيد بس ان انا برضو السلايدز عاملها بنفس الطريقه ماشي مش هو مسمي دول سي 2 وسي 3 مش مشكله يعني ده فاي 1 فاي 2 ماشي خلاص. هي سات هنا مش هتبقى زي سات هنا بس على قاعد حلال دي كل فكره يعني اللي احنا ايه هنمشي عليه علينا. فاي 1 فاي 2 هنا واحد الاثنين ماشي فاي 1 هنا وفاي 1 هنا ده فاي 2 ده في انبوت ده فاي 2
والحاجه الثالثه عندي كاباستور هنا اسميه سي 3، وده خليني معلش اسمي ده في انبوت 1 في انبوت 2 واسمي ده في انبوت 3 عشان اقول لكم ليه كمان شويه انا هعملها بالمنظر ده. خلاص ينفع اعمل هنا سوبر بوزيشن يا شباب، ينفع الدايره دي لينير، ينفع اعمل فيها سوبر بوزيشن، اعمل اجيب في اوتبوت على في انبوت 1، في اوتبوت على في انبوت 2، في اوتبوت على في انبوت 3، صح كده؟ ينفع؟ حد عنده مشكله؟ طيب في اوتبوت على في انبوت 1 دي حليناها قبل كده ولا لا؟ حليناها قبل كده، اللي هي دي ال في اوتبوت على في انبوت 1 هيساوي ناقص سي سي 1 على سي ايه بقى؟ سي 2 سي ايه، انا مسمي السي اللي في الفيدباك ده سي ايه، صح؟ في 1 على 1 ناقص زد ناقص 1، خلاص؟ في انبوت 1. في اوتبوت على في انبوت 2 برضه حليناها قبل كده، خلاص؟ ناقص سي 2 على سي ايه مضروبه في زد انفرس على 1 ناقص زد انفرس. كان في واحد فيهم بوزيتيف صح؟ دي الثاني واحده دي هتبقى بوزيتيف مش شرط نيجاتيف، صح كده؟ طيب بالسوبر بوزيشن ثالث واحده، ثالث واحده دي حلها زي في اوت على في انبوت 3 بكام؟ دي زد على زد صح، دي زد على زد، يعني دي انتجريتور صحيح بس عنده هنا زد 2 على زد 1، ده امبليفاير وصل لك هنا كاب وهنا كاب، فزد 2 على زد 1 اللي هي تطلع كام؟ في اوت على ناقص سي 1 على سي 3 بقى، سي 3 على مين؟ على سي. خلاص طيب ومعلش اضرب لي هنا في 1 ناقص زد ناقص 1، انا عملت هنا حاجه كده على 1 ناقص زد ناقص 1، عملت حاجه ما عملتش حاجه صح، ضربت فوق وتحت في نفس الايه في نفس القيمه، فدول الثلاثه دول مع بعض تمام. فاقدر احل الدايره دي واجيب المين، اجيب الترانسفر فانكشن. طبعا الترانسفر فانكشن هيطلع مثلا لو سمي دي تي 1 تي 2 تي 3 فيبقى عندي الفي اوتبوت توتال هيساوي تي 1 مضروبه في مين، في في انبوت 1 زائد ترانسفر فانكشن 2 مضروبه في انبوت 2 زائد ترانسفر فانكشن 3 في انبوت 3. طيب خلاص حد عنده مشكله في كده؟ خلاص دي حللناهم وعرفنا حلهم، خلاص دول حالتين مهمين، دي حاله سهله قوي، سهله سهله. طيب انا في عشان اعمل جنرال لو باس فلتر انا كنت حاطط الريزيستور، يعني دي ايكويفالنت الار ودي ايكويفالنت الار ودي ايكويفالنت الكاب، همسك اثنين من دول ممكن اوصلهم بالانبوت صح كده، فده يبقى ار بارل مع سي، بس عايز واحده فيهم توصل بالاوتبوت صح كده، عايز ممكن ده الفي انبوت 1 بدل ما ادخل عليه في انبوت 1 يبقى في اوتبوت، يبقى الترانسفر فانكشن بتاعتي اكشلي شكلها عامل كده، يبقى الفي اوتبوت هتساوي لو الفي انبوت 1 ده وصلته بالاوتبوت يبقى الترانسفر فانكشن في الفي اوتبوت زائد تي 2 في الفي انبوت زائد دي 3 في الفي انبوت، برضه انا وصلت في انبوت 2 وفي انبوت 3 مع بعض بنفس الفي انبوت، بقى عندي الار بارل مع السي، والفي اوتبوت دخلتها على في انبوت 1 عملت فيدباك، يعني عملت فيدباك كاني عملت كونكشن من الاوتبوت للانبوت فكاني عملت فيدباك، فسهل بقى خلاص انا عندي تي 1 بكام، تي 2 بكام، تي 3 بكام، دي هتعوض عنهم بترانسفر فانكشنز دول، خلاص تقدر تعوض عنهم وتجيب في اوتبوت على في انبوت، يعني عوض هنا في الايكويشنز دي مش في اوتبوت 1 دي في اوتبوت برضه، خلاص عوض عنها في الايكويشن علاقه ما بين في اوتبوت وفي انبوت على طول، خلاص عندك تي 1 وتي 2 وتي 3 ممكن ترسمها كبلوك دايجرام وتجيب على طول التي اوتبوت على في اوتبوت على في انبوت، تقدر تجيب جت في اوتبوت على في انبوت. تاني انا عايز اعمل ايه يا شباب؟ تاني انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اسهل على نفسي بدل ما اقعد اعمل اناليسيس كبيره تاني، انا خلاص بقى انا عرفت كل واحده فيهم عباره عن ايه فكان احلها بالسوبر بوزيشن حتى لو في فيدباك من الانبوت للانبوت من الانبوت للاوتبوت. فشكل البلوك دايجرام حاجه بالمنظر ده، شكل البلوك دايجرام حاجه بالمنظر ده، ممكن تعمل بلوك دايجرام لو عايز ترسم لها بلوك دايجرام، الفي انبوت 1 كانها بتضرب ترانسفر فانكشن، الفي انبوت 2 كانها بتضرب ترانسفر فانكشن، الفي انبوت 3 بتضرب ترانسفر فانكشن، هما بيضربوا في حاجه كومن في الاخر، لو عايز ترسمها هي نفس الايكويشنز اللي انا عملتها، وممكن واحد ده فيهم الفي انبوت مثلا 3 توصل بالفي اوتبوت مفيش مشكله، اقدر اعوض عنها واجيب الايه توتال اوتبوت على انبوت، اقدر اعمل فيدباك اخد الايفكت بتاع الفيدباك. ولو عندي دايره معقده سكند اوردر اعرف اعملها، اعرف اعملها برضو، يعني الكلام ده اقدر اعملها لو ايه دوائر بقى معقده زي ده، طبعا الجنرال فيرست اوردر فلتر ان يبقى هنا ار سي ار سي، فهشيل الار والسيهات واحط مكان السي، هسيبها زي ما هي، الارات هي اللي هشيلها واحط مكانها سي بسويتشز وسي بسويتشز، خلاص انا عرفت كل واحده فيهم الايفكت بتاعها ايه، مش محتاج اعمل اناليسيس كبير، خلاص هعمل بقى شغلانه البلوك دياجرام دي واقدر اعملها واقدر اثبت الترانس فانكشن هنا في الزد دومين بتساوي ايه المنظر ده في التايم، في الكونتينوس تايم بتطلع بالمنظر ده، الاثنين دول طبعا تقدر تابروكسيميتد لبعض، فده هيبقى لو باس جنرال لو باس فلتر او فيرست اوردر فلتر لو باس فلتر. لو عايز تعمل سكند اوردر فلتر ممكن تعمل بقى حاجات زي تاو توماس، تاو توماس بالظبط ده اللي موجود، هتشيل كل الاراضي دي وتحط مكانها ايه سي سي وسويتشز، فتقدر تعمل شكل سكند اوردر مفيش مشكله
وتعرف تعمله اناليسيس. يعني الفكره كلها ان انت ما تعدش بقى الاناليسيس وتعمل تشارج كونسرفيشن كتير. انت تعرف التو كيسز اللي انا قلتهم لك تعرف تحل اي دايره. خلاص التو كيسز اللي انا قلتهم لك دول تعرف تحل اي دايره فيهم بسهوله. هتعمل بلوك دايجرامز خلاص وهتعمل فكره البلوك دايجرام او فكره الايكويشنز دي وانت عارف الحل بتاع كل واحده فيهم شكلها عامل ازاي. فتقدر تعمل الجنرال بقى لو عندك سكند اوردر او اوردر اعقد من كده. تمام ماشي. المهم عندي تعرفوا ايه تجيبوا الفي اوت على الفي انبوت. طبعا هنا في سكند اوردر اكيد هيطلع لك في زد تربيع فوق سكند اوردر وزد تربيع تحت. يعني دي جنرال ايه ترانسفورمشن. نعم لو عايز تعمل ابروكسيميشن ممكن تعمل ابروكسيميشن بتاع ان الزد تحولها لاس. تعمل الزد تشيلها تحط مكانها اي صبار اس تي. لو الاس دي صغيره تقدر تعمل ابروكسيميشن. تمام لا علي صوت مش بسيط. نفس الشكل. ما انت نفس الشكل. باخد بالك الزد دي بتشيلها لما تحط مكان اي زبار اس تي. لو الاس صغيره زي ما اتفقنا لو الاس تي صغيره فبتقول ان هي 1 زائد اس صح. يعني الزد هي عباره عن 1 زائد اس تقريبا اس في تي صح كده. فلو عندك اس سكوير زائد اس زائد حاجه هي هتتحول لزد سكوير زائد زد زائد حاجه صح كده. فهي نفس الفكره. وخدتوا الكلام ده ديسكريت طبعا. هنا انتوا خدتوا ديسكريت تايم فلتر صح في الكوميونيكيشنز بس ما خدتوش ديسكريت تايم دومين. مش ممكن خدنا ديسكريت تايم ما خدتوش فلترز. ماشي. هو هنا طبعا الديسكريت تايم فلتر في عندك حاجه من اتنين. يا اما تعمل الشغلانه اللي احنا بنقول عليها دي لما تكون الاف كلوك عاليه قوي. لما تكون الاف كلوك عاليه قوي بتبقى ابروكسيميتلي تقدر تابروكسيميت الديسكريت تايم لكونتينوس تايم. تعمل الابروكسيميشن ده. مش في كل الاحيان تقدر تعمل الابروكسيميشن ده. هنا بفرض ان انا بعمل الابروكسيميشن ده فبسهل على نفسي. كانك عارف لما سامبل سيجنال بسبيد عاليه قوي لو الاف طبعا الاف سامبلنج مينيمم تبقى كام. اف على 2 باين مش كده اللي انت بتاخدوها. ايه نعم نايكويست ريت. نايكويست ريت ده المينيمم. بس انا هنا بفترض ان انا بسامبل عند اعلى كتير من نايكويست ريت فبتعرف تعمل ابروكسيميشن ان الكونتينوس تايم يقرب للديسكريت تايم. يعني الفكره ان انت تقول ان ابروكسيميتلي الكلام ده ينفع لو الاف سامبلنج عالي قوي ان التفاضل دي واي باي دي تي هي تقريبا واي اوف ان صح ناقص واي اوف ان ناقص واحد صح على التايم صح كده. دي واي باي دي تي اللي هي في التايم دومين في الاس دومين اس. واي اوف ان ناقص واي اوف ان ناقص واحد اللي هي مين واحد ناقص زد انفرس صح كده على التي. فتقريبا اللي هي الابروكسيميشن قلت لكم عليه واحد ناقص زد ناقص واحد تقريبا اس تي صح كده. تقريبا الكلام ده ينفع لو انت بتعمل سامبلنج بسرعه قوي الابروكسيميشن ده ينفع الاف كلوك بتاعتك عاليه. فهي فكره الفلترز دي مبنيه على كده. طبعا لو هي مش عاليه تعرف تعمل الفلترز برضو بس بتبقى معقده بقى. يعني بتبقى معقده شويه لازم تبقى تعملها في كلها في الزد دومين. تعمل اناليسيس كلها في الزد دومين. انا بعمل اناليسيس هنا ممكن اعمل ابروكسيميشن ما بين الزد والاس يعني عشان نربط الدنيا وتبقى الدنيا سهله. تمام كفايه كده عليكم النهارده. تمام يعني كل سنه طيبين. دي خلاص اخر محاضره يعني اللي منكم ان شاء الله يكمل بقى الكترونكس في سنه رابعه المواد الاختياري ماده الار اف ان شاء الله اشوفكم فيها. اللي منكم هيختص تخصصات تانية بالتوفيق يعني ربنا يوفقكم يعني بعد كده ان شاء الله بالتوفيق يعني ان شاء الله يعني شدوا حيلكم كده وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم السنه دي والسنه الجايه باذن الله يعني ان شاء الله. ولما يعني لما تخرجوا باذن الله يعني اهم حاجه بتخرجوا باذن الله. شوفوا انتوا اول ما تخرجوا يعني اكيد هتقابلوا الدنيا بشكل مختلف. انا عارف دايما الناس سعيده ان هي اتخرجت بس هي الحقيقه لما تتخرجوا هتلاقوا يمكن تعجبكم ايام الكليه بس هي وهتلاقوا الايام يعني يمكن تشالنجز تواجهكم بشكل مختلف. بس انا اتمنى لكم يعني اهم حاجه لو انا هديكم نصيحه ليكم بعد كده ان لما تواجهوا في الشغل وفي الانفايرمنت بتاع الشغل الدنيا بتبقى مختلفه عن الكليه. يعني الكليه كل ما تقابلك طبعا بيبقى عليك ضغوط اكتر بيبقى عليك تشالنجز اكتر. ولكن اهم حاجه انا في رايي انا شخصي ان اهم حاجه ان الانسان يبقى يعمل اللي هو يعني شايفه مظبوط. يعني مش ممكن مش دايما في كل الاحيان
هتلاقي ان ده الطريق السهل او التراك السهل او التراك اللي بيريحك او التراك اللي بيبقى ليه ريورد اعلى. يعني في حالات تانية ممكن تعمل حاجات مش ايثيكال تاخد ريورد اعلى يعني. بس صدقوني هو ده اللي هيفضل يعني, هو ده اللي هيريحك بعد كده. كان دكتور شريف عبد العظيم, عارفين دكتور شريف صح؟ صوت السلام مش كده؟ في دكتور شريف مش عارفين دكتور شريف, مش معقوله ما اعرفش دكتور شريف. عارفين مؤسسة جمعية رسالة مش كده؟ تسمعوا جمعية رسالة ما تسمعوش؟ دكتور شريف مؤسس جمعية رسالة. دكتور شريف هو كان عندنا دكتور في الكلية من زمان, هو كان بيدينا أخلاق, كان بيدينا أنا شخصيا في 99 سنة 99 في كنت بقى في القسم هنا, وطلعت منها أسرة رسالة يعني في السنة. هو دكتور شريف كان أول ما رجع يعني كان بيدرس لنا إيثكس الحيوان, المواد الجميلة ما أعرفش مين حد بيدرس لكم إيثكس الدفعات دي بس رابعة. هو صراحة كانت المواد جميلة يعني. دكتور شريف كان بيحكي لنا مواقف يعني لطيفة يعني, كان أحد المواقف اللي يعني تستحق إن الواحد يحكيها يعني على التشالنجز اللي الواحد بيقابلها بعد كده. كان بيحكي لنا على حد هو زميله هو يعني, فكان بيتكلم عليه إن هو كان يعني كان بيحاول يبني شركته, كان بيحاول يمشي كويس, يمشي من دون ما يتعرض بقى, اللي تعرفين الجو هنا في مصر الحاجات بتمشي بصايط رشاوي مش عارف. فكان بيقول انه انا بحاول امشي كده ما عارفش, طب قعد كتير قوي والدنيا مش ماشيه معاه, فاضطر في مره قال خلاص طب انا مجبر هعمل زي الناس بتعمل, لازم عشان اكسب مناقصه معينه ماشي اموري يعني. فبيقول سبحان الله هو كسب هذه المناقصه, ولكن بعدها على طول ابتدى يعني يجيله شغل عن طريق بدون رشاوي بدون وصايد بدون اي حاجه. بيقول الشغل اللي جاله عن طريق الرشاوي ده سبحان الله يعني ال 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 كسبه وعمل الشغل بتاعه, ولكن ابتدى يحصل له مشاكل كتير قوي, ابتدى يحصل له فيه فيليرز كتير قوي في السيستم ده, فالشغل ده وقف عليه بخساره يعني. الشغل ده في الاخر ابتدى يعمل ريبليسمنت, طبعا هو مضطر ان هو يعمل مينتيننس للسيستمز اللي هو وافق عليها دي, فابتدى يخسر فيها, ابتدى يخسر فيها جامد يعني. ابتدى يخسر ان هو لازم المكان اللي هو ورده ولا الكمبيوترز, هو كان شركه كمبيوتر ولا حاجه اللي هو وردها, طلع فيها مشاكل كتيره. فابتدى الشغل اللي جاله بعدها على طول, ابتدى الشغل على طول بسيك عادية خالص رسمية مفيش مشكلة, ما كانش فيها مشكلة, بس ابتدى الفلوس اللي انا بكسبها من هنا بحطها في الجزء اللي انا خدته عن طريق الغلط يعني. مش دايما ده بيحصل, مش دايما ان انت تمشي صح هتلاقي ريورد عالية, لا ساعات بيجي لك الايه بيجي لك اختبار فيها يعني. مش دايما اكيد مش دايما هيحصل, مش دايما هتلاقي ان انت تمشي صح دي حاجة سهلة, مش دايما هتلاقي ده ريوردنج في الدنيا. ولكن يعني حاجتين هقول لك انا اكيد انا واثق فيهم, انت اكيد بينك وبين نفسك هتبقى مرتاح يعني, اكيد ممكن ما تبقاش ماديا اعلى واحد, واكيد يعني في سجك اكيد يعني. الناس مثلا عملت فلوس كتير لو احسن واحد بيتاجر في حاجه الليجل ولا ما ممكن يكسب كتير ما فيش مشكله, بس هل انا مرتاح نفسيا؟ اكيد لا. وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اكيد ده الريورد اللي انت تنتظرها يعني, انما مش لازم ممكن في الدنيا تاخد ريورد اكيد يعني, ده ممكن يحصل بس مش دايما. تشالنج الصراحه يعني تشالنج ان انت لما تقابل ضغوط في الشغل ان انت تمشي مظبوط مش حاجه سهله صدقوني, هتشوف الكلام ده في الكارير بتاعكم. ولكن زي ما قلت لكم التو ريوردز فعلا اللي انت هتاخدهم ان انت على الاقل بينك وبين نفسك مرتاح, بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اكيد الموضوع هيبقى كويس ان شاء الله يعني. وممكن تشوف اثر ده في الدنيا او ما تشوفوش, ده بقى حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى, مش شرط دايما يعني, ما تربطهاش بكده. والمثال ده اقول لكم ان شوفوا احنا عندنا سلوكيات كتيرة غلط في المجتمع, اكيد في سلوكيات كتيرة غلط في المجتمع, ولكن ممكن انت يعني ابسط مثال الناس كلها مثلا بترمي حاجات, ممكن ترمي زبالة في الشارع, انت لو مشيت انت مظبوط غالبا مش هتغير كتير, يعني الشوارع مش هتنضف يعني. لو انت مشيت حاولت تحافظ ان انت لا مش هرمي حاجة في الشارع مش هعمل زي بقية الناس, اكيد الشوارع ممكن ما تعملش تغيير كبير في المجتمع, ولكن بينك وبين نفسك هتبقى على الاقل انت عملت اللي عليك. سواء في حصل تغيير او ما حصلش تغيير لا يعني مش دي المشكله, المشكله ان انت بتعمل الصح على الاقل انت يعني. شوف ربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش على النتيجه خالص, ربنا بيحاسبنا على فعلنا صح يعني. النتيجه دي مالكش دعوه بيها, انت محاسب على فعلك بس, انت يهمك انت تعمل فعل مظبوط صح. النتيجه بتاعته كانت كبيره او صغيره دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يعني, ومش دي اللي انت بتحاسب عليها, بتحاسب زي ما قلت لكم على الفعل اللي انت بتعمله. وصعب جدا ان الواحد صراحه يمشي عكس التيار, هي بتبقى صعبه جدا ان الواحد يشوف المجتمع كله ماشي في اتجاهه وعايز يمشي في اتجاه تاني, مش سهله.
عشان كده بتفرق لما يكون عندك اصحاب كويسين وعندك ناس كويسه حواليك، حاولوا دايما تشجعوا بعض، حاولوا دايما حتى صدقوني الكلام البسيط بيفرق جدا. يعني الكلام البسيط، التشجيع البسيط اللي بتشجعوه لبعض، بتشجعوه يعني يبقى عندك زمايل ليها نفس التفكير، ليها نفس الترند، بيفرق كتير، صح كده؟ فاتمنى لكم التوفيق، اتمنى لكم يعني الكلام ده يفيدكم في حياتكم، وزي ما قلت لكم هتقابلوا تشالنجز كتيره في حياتكم بعد كده، فكل واحد يحاول يعني يعمل اللي يرضي ضميره علشان ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق. على الاقل هتاخد الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم، غير كده الله اعلم، بس يعني ان شاء الله ربنا يوفقك، ان شاء الله ربنا يوفقك وتتخرجوا وتشتغلوا، كل واحد يشتغل في مجال هو بيحبه ويعمل، واهم حاجه الواحد يبدع. يعني انا زي ما قلت لكم سيبكم المجال، الناس كده بتسالني ايه المجال اللي انتوا حابين نشتغل فيه او نشتغل فيه او ايه الافضل، اهم حاجه الواحد يشتغل بحاجه بيحب يحبها ويقدر يبدع فيها ويقدر يعمل فيها شغل كويس، تمام؟ بغض النظر ايه الحاجه دي، يعني في حاجات كتيره، في مجالات كتيره في الشغل، ما تحصرش نفسك ان الاريا دي هي الاريا اللي لازم اشتغل فيها. ممكن في واحد بيحب حاجات معينه، بس دايما عندك، خلي عندك اوبشنز. انا دايما بقول للناس خلي عندك اوبشنز، ما تبقاش انا عايز اشتغل انالوج بس او ديجيتال بس او سوفت وير بس او او او، خلي عندك اوبشنز، عندك كذا اوبشن، ممكن اشتغل في كذا او كذا او كذا، لان فرص العمل الله اعلم بتتغير، الماركت بيتغير، انت ممكن تطور من نفسك، انت ممكن تخش في مجال تكتشف ان انت لا ممكن تبدع في مجال تاني، مفيش مشكله. والانسان بيبقى عنده اكتر من سكيل، سبحان الله، مهم برضو الانسان يكون عنده اكتر من سكيل. يعني عموما فعليكم كده وبتوفيق، وان شاء الله نشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا يا جماعه.